بسم الله الرحمن الرحيم. الأربعاء 20 سبتمبر 2017، يا صباح الخير على حضراتكم. يوم جديد وحلقة جديدة من صباح دريم. النهاردة طبعا هيكون لينا تركيز كبير جدا، أو ربما تركيز الأبرز، على ما يحدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة. الحقيقة أنه هذه النوعية من الجمعيات واجتماعات الأمم المتحدة وغيره، العالم كله بقاله فترة طويلة، يعني فترة لا بأس بها، يعني مش مهتم بيها قوي، لانه بيقول لك اصل هو كله كلام بيتقال وكله شعارات، مش بتقعد بتتفرج على التلفزيون بتسمع كلمات الزعماء ورؤساء العالم وممثلي الوفود المختلفه من دول العالم وخلاص. لكن الحقيقه انه كان في توقعات، وبنعتقد انه توقعات كانت في مكانها وفي محلها هذا العام، بانه الجمعيه العموميه للامم المتحده هذا العام ستكون مختلفه جدا. وبالفعل فإنه في مؤشرات كثيرة جدا لهذا الاختلاف. احنا بنتكلم على ملفات خطيرة تم طرحها بالأمس، احنا على مدار اليوم امبارح يعني من الصبح مرورا بكلمات الرؤساء وممثلي وملوك دول العالم في أمام الجمعية العامة، لغاية لما سمعنا كلنا طبعا كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت حوالي الساعة 10:30 10:15 مساء أو 10:30 تقريبا بتوقيت القاهرة. سمعنا الكلمة استمرت حوالي 19 أو 20 دقيقة، كانت كلمة في منتهى الأهمية. الكل تحدث أو أغلب المتحدثون كانوا يركزون على القضايا الإقليمية المختلفة. بنتحدث عن ليبيا، نتحدث عن سوريا، نتحدث عن العراق، نتحدث عن القضية الفلسطينية، وطبعا الملف النووي والعلاقة المتوترة جدا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين كوريا الشمالية. وصلت لمرحلة أنه في كلمة دونالد ترامب اللي حنشوف يمكن جزء منها في خلال أخبارنا، وصلت إلى مرحلة التهديد والتلويح بأنه كل شيء مباح إذا استمرت كوريا الشمالية في طريقتها في إدارة أزمة الملف النووي. العالم أصبح مشتعلا، ليس فقط يعني بحوادث الإرهابية وبالانفجارات، وإنما أيضا بالتقسمات التكتلات المختلفة. ولكن بنسعى جميعا في النهاية كشعوب حول العالم، الحقيقة ليس فقط المنطقة العربية، نسعى أن تجمع السياسة بين شعوب ودول العالم، لأنه الحقيقة أنه كلفة الحروب وكلفة الفرقة وكلفة التآمر عالية جدا، وأول من يدفع ثمنها هم الشعب اللي نظامه كان سبب من أسباب التواطؤ والتآمر على دول مختلفة وأنظمة مختلفة، أو محاولات زرع فتن، أو محاولات دعم إرهاب، أو محاولات قلب أنظمة وإثارة بلابل كثيرة جدا بين شعوب العالم. وطبعا لما بقول كده بتكلم على نموذج حي عندنا بنتكلم عنه، مش بس احنا بنتكلم عنه كمواطنين، الزعماء والرؤساء والمشاركين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأمس أيضا أغلبهم تحدثوا عن قطر. وللأسف الشديد أنه حدث ما كان يقوله الأمير بن سحيم، لسه الرسالة مصورة اللي قالها أول امبارح لما خاطب الشعب القطري وقال لهم، وهو زي ما بنفكر هو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، لما وجه رسالة صوتية مصورة للشعب القطري وقال لهم للأسف الشديد أنه قطر بعد ما كنا شعب مسالم، شعب متقدم، شعب متطور، شعب متحضر، النهاردة قطر بسبب النظام الداعم للإرهاب اللي عندنا والأسرة الحاكمة التي ترعى الإرهاب بقينا يعني محط أنظار العالم كله، من كتر ما احنا منبوذين ومن كتر ما أصبحت قطر الآن اسمها مقترن باسم الجماعات الإرهابية والإرهاب والحث على الكراهية. هنتكلم عن حاجات كتيرة جدا حتى فقرتنا الرئيسية النهاردة. وعايز أقول أنا مش عايزة يعني أوصف حلقة النهاردة أنها حلقة سياسية، بالعكس خالص، لأنه المؤشرات في تغيرات مجريات الأمور في العالم وكيف تسير الأمور زي ما بقول مهمة جدا. فلسطين، كردستان والاستفتاء، والمحكمة اللي لسه مبارح، محكمة العليا بالعراق اللي لسه مبارح عاملة إلغاء بالاستفتاء اللي كان مزمع عقده، في محاولات أنه تحصل مظاهرات هناك. إسرائيل هي المستفيد الوحيد من إقامة دولة كردستان الكبرى زي ما شرحنا سابقا. ليبيا، الملف في سوريا والأزمة هناك للأسف ما زالت كلما تهدأ تتصاعد مرة أخرى. الملف النووي، ميانمار ومسلمي الروهينجا،
في كل مكان في العالم تقريبا. طبعا ده كل ده كوم وحوادث التي تقع الآن وأصبحت تضرب أوروبا، الحوادث الإرهابية والإرهاب يضرب أوروبا من جديد، ده كوم تاني. المشهد مختلف جدا، علينا فهمه. بنعتقد أنه في كثير من الأوقات مهم جدا أنك تقرأ السياسة وتقرأ مجريات الأمور على مستوى العالم، يمكن ما يقلش أهمية أو ربما يكون أهم حتى من أنك تتكلم عن العيش والزيت والسكر. دي كلها أمور بتكمل بعض، لأنه بدون استقرار في العالم هيبقى صعب شوية أن احنا نكون قاعدين بنفكر يا ترى قسط مدرسة الولاد كام، ويا ترى إزازة الزيت سعرها وصل كام. النهاردة إن شاء الله هيكون ضيوفنا الكرام اللي هينورونا بعد فقرتنا الإخبارية اللواء الدكتور اللواء مصطفى كامل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد وأكاديمية ناصر العسكرية، والأستاذ أشرف الليفي رئيس تحرير مجلة الإيكونومست المصرية. هنتكلم إن شاء الله بإذن الله بشكل مستفيض عن زيارة الرئيس، هنتكلم عن هذه الاجتماعات الأمم المتحدة، هنتكلم عن أمور كثيرة جدا. لكن خلونا نطلع نسمع معا سويا كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها في حدود 10:30 مساء بتوقيت القاهرة في نيويورك في الجمعية العامة، يعني طبعا مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة. الكلمة كان فيها مجموعة مهمة جدا، ربما 4 أو 5 محاور مهمين جدا. نسمع ونتذكر هذه الكلمة ونرجع على طول نشوف كده ما أبرز ما جاء في كلمة الرئيس مع مجموعة أخرى من الأخبار نستمع معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس ميروسلاف لاتشيك رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، يسعدني ابتداء أن أتقدم لكم بالتهنئة على توليكم رئاسة الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، متمنيا لكم كل التوفيق في مهمتكم، كما أنتهز هذه المناسبة لأعرب عن خالص التقدير للسيد بيتر تومسون رئيس الدورة السابقة للجمعية العامة، والذي أدار أعمالها بكفاءة واقتدار. السيد الرئيس، كلما نجتمع في هذا المحفل الهام تتجدد آمال الشعوب التي نشرف بحمل أمانة تمثيلها والدفاع عن مصالحها في الحصول على حقها العادل في السلام والتنمية، وتتطلع إلينا أجيال جديدة تحلم بفرصة العيش الكريم في ظل منظومة دولية عادلة وقادرة على مواجهة تحديات فرضتها الطبيعة كتغير المناخ والكوارث الطبيعية والأمراض والأوبئة وأخرى من صنع البشر كالحروب والإرهاب والتفاوت الصارخ في توزيع الموارد وفرص النمو وثماره. ومن المؤكد أن أهداف ومقاصد الأمم المتحدة لا تزال صالحة لتأسيس عالم يتيح لكل أبنائه فرصة الاستفادة من منجزات التقدم العلمي والاقتصادي وثورة الاتصالات التي ربطت بين مجتمعات العالم على نحو غير مسبوق في التاريخ الإنساني، وما تحمله من إمكانات عظيمة لتحقيق حلم النظام الدولي العادل والآمن والملتزم بحقوق التنمية والحرية والتقدم والتواصل المفتوح بين البشر. إننا في مصر لدينا إيمان عميق بقيم منظمة الأمم المتحدة وأهداف ميثاقها، ولدينا ثقة كبيرة في أن تحقيق هذه القيم أمر ممكن بل وواجب حتمي. وتشهد تجربة مصر الطويلة مع الأمم المتحدة كإحدى الدول المؤسسة لهذه المنظمة، والتي تم انتخابها عضو بمجلس الأمن 6 مرات، وتعد 7 أكبر مساهم في عمليات حفظ السلام الأممية حاليا على مستوى العالم. تشهد هذه التجربة الطويلة أننا نسعى طوال الوقت لتحقيق ما نؤمن به من شراكة أممية لبناء عالم يستجيب لطموحات أبنائنا وأحفادنا في الحرية والكرامة والأمن والرفاهية. ولكن فإن المسؤولية التي نتحملها تقتضي منا أن نتصارح بأن هذا العالم المنشود والممكن لا يزال بكل أسف بعيدا كل البعد عن التحقق، وأننا لا نزال نعاني من العجز عن احتواء ومنع الصراعات المسلحة ومواجهة خطر الإرهاب ونزع السلاح النووي ومعالجة مكامن الخلل الكبرى في النظام الاقتصادي العالمي، والتي أفضت إلى زيادة الفجوة بين العالمين المتقدم والنامي.
ومن واقع تجربة المنطقتين العربية والإفريقية أستطيع أن أقرر بضمير مطمئن أن تلك التجربة تلخص أزمة النظام العالمي وعجزه عن الوفاء بالمقاصد والغايات التي قامت من أجلها الأمم المتحدة. فالمنطقة العربية محيط مصر الحضاري والثقافي باتت اليوم بؤرة لبعض أشد الحروب الأهلية ضراوة في التاريخ الإنساني الحديث، وأصبحت هذه المنطقة هي الأكثر تعرضا لخطر الإرهاب، وبات واحد من كل 3 لاجئين في العالم عربيا، كما أصبح البحر المتوسط مركزا للهجرة غير الشرعية من الدول الأفريقية والأسيوية فرارا من بطش الاقتتال الأهلي من جهة وبؤس الظروف الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى، والتي رصدها التقرير العربي الإقليمي حول الفقر متعدد الأبعاد الذي عدته جامعة الدول العربية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والذي سيتم إطلاقه غدا. وتقع إفريقيا موقع القلب في السياسة الخارجية لمصر، فهي القارة الأم التي تضرب فيها الجذور المصرية بعمق التاريخ، ونستمد منها اعتزازنا بهويتنا وانتمائنا الأصيل لها. وقد باتت إفريقيا عرضة لنفس الأخطار الأمنية التي تتعرض لها المنطقة العربية، وتظل بدورها شاهدا رئيسيا على أزمة النظام الاقتصادي العالمي الذي يكرس الفقر والتفاوت ويتحمل مسؤولية رئيسية عن إنتاج الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تهدد الاستقرار والسلم الدوليين، وتجعل من الحديث عن أهداف التنمية المستدامة مجرد حديث مرسل لا شاهد عليه من الواقع الدولي المؤسف. مصر إذن سيد الرئيس تقع على حافة أخطر بؤر الأزمات في العالم، وقدرها أن تشق طريقها بثقة في ظل مخاطر غير مسبوقة متبنية استراتيجية تنموية طموحة تقوم على إصلاحات اقتصادية جذرية وشجاعة تهدف قبل كل شيء لتمكين جيل الشباب الذين يمثلون غالبية السكان ليس في مصر وحدها وإنما في أغلب المجتمعات الفتية في الدول العربية والعالم النامي. وفي عالم متشابك ومعقد ومليء بتحديات يصعب أن تواجهها أي دولة منفردة مهما كانت قدراتها ومهما اشتد عزمها، فإنه من الطبيعي أن تقترن خطة مصر التنموية الطموحة بسياسة خارجية نشطة تستلهم المبادئ الأخلاقية الراسخة في تراثنا وثقافتنا، وتلتزم بالمبادئ القانونية للنظام العالمي الذي شاركت مصر في تأسيسه، وتقوم على رؤية لمواجهة أوجه القصور التي حالت دون تنفيذ مقاصد وغايات الأمم المتحدة، وذلك من خلال 5 مبادئ وأولويات أساسية هي: أولا، أن المخرج الوحيد الممكن من الأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية هو التمسك بإصرار بمشروع الدولة الوطنية الحديثة التي تقوم على مبادئ المواطنة والمساواة وسيادة القانون وحقوق الإنسان، وتتجاوز بحسم محاولات الارتداد للولاءات المذهبية أو الطائفية أو العرقية أو القبلية. إن طريق الإصلاح يمر بالضرورة عبر الدولة الوطنية ولا يمكن أن يتم على أنقاضها. هذا المبدأ هو باختصار جوهر سياسة مصر الخارجية، وهو الأساس الذي نبني عليه مواقفنا لمعالجة الأزمات الممتدة في المنطقة. فلا خلاص في سوريا الشقيقة إلا من خلال حل سياسي يتوافق عليه جميع السوريين، ويكون جوهره الحفاظ على وحدة الدولة السورية وصيانة مؤسساتها وتوسيع قاعدتها الاجتماعية والسياسية لتشمل كل أطياف المجتمع السوري، ومواجهة الإرهاب بحسم حتى القضاء عليه. والطريق لتحقيق هذا الحل هو المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة والتي تدعمها مصر بنفس القوة التي ترفض بها أي محاولة لاستغلال المحنة التي تعيشها سوريا لبناء مواطئ نفوذ سياسية إقليمية أو دولية
أو تنفيذ سياسات تخريبية لأطراف إقليمية طالما عانت منطقتنا في السنوات الأخيرة من ممارستها، وقد آن الأوان لمواجهة حاسمة ونهائية معها. وبالمثل فلا حل في ليبيا إلا بالتسوية السياسية التي تواجه محاولات تفتيت الدولة وتحويلها مرتعا للصراعات القبلية ومسرح عمليات للتنظيمات الإرهابية وتجار السلاح والبشر. وأؤكد هنا بمنتهى الوضوح أن مصر لن تسمح باستمرار محاولات العبث بوحدة وسلامة الدولة الليبية أو المناورة بمقدرات الشعب الليبي الشقيق. وسنستمر في العمل المكثف مع الأمم المتحدة لتحقيق التسوية السياسية المبنية على اتفاق الصخيرات والتي تستلهم المقترحات التي توصل لها الليبيون. خلال اجتماعاتهم المتتالية في الأشهر الأخيرة في القاهرة للخروج من حالة الانسداد السياسي وإحياء مسار التسوية في هذا البلد الشقيق، وينطبق نفس المنطق على المقاربة المصرية للأزمات في العراق واليمن، فالدولة الوطنية الحديثة الموحدة والقادرة والعادلة هي الطريق لتجاوز الأزمات وتحقيق الطموحات المشروعة للشعوب العربية. ثانيا، إن الوقت قد حان لمعالجة شاملة ونهائية لأقدم الجروح الغائرة في منطقتنا العربية، وهي القضية الفلسطينية التي باتت الشاهد الأكبر على قصور النظام العالمي عن تطبيق سلسلة طويلة من قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن. إن إغلاق هذا الملف من خلال تسوية عادلة تقوم على الأسس والمرجعيات الدولية وتنشئ الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية هو الشرط الضروري للانتقال بالمنطقة كلها إلى مرحلة الاستقرار والتنمية، والمحك الأساسي لاستعادة مستقلية الأمم المتحدة والنظام العالمي. ولا شك أن تحقيق السلام من شأنه أن ينزع عن الإرهاب إحدى الذرائع الرئيسية التي طالما استغلها كي يبرر تفشيه في المنطقة، وبما يضمن لكافة شعوب المنطقة العيش في أمان وسلام. فقد آن الأوان لكسر ما تبقى من جدار الكراهية والحقد للأبد. ويهمني هنا أن أؤكد أن يد العرب ما زالت ممدودة بالسلام، وأن تجربة مصر تثبت أن هذا السلام ممكن، وأنه يعد هدفا واقعيا يجب علينا جميعا مواصلة السعي بجدية لتحقيقه. واسمح لي فخامة الرئيس هنا قبل ما أكمل كلمتي أن أنا أخرج عن هذا عن النص اللي موجود، وتوجه بكلمة ونداء إلى من يهمهم هذا الأمر. وأوجه كلمتي أو نداء الأول إلى الشعب الفلسطيني وأقول له مهم قوي الاتحاد خلف الهدف وعدم الاختلاف وعدم إضاعة الفرصة والاستعداد لقبول التعايش مع الآخر مع الإسرائيليين في أمان وسلام وتحقيق الاستقرار والأمن للجميع. وأقول وأوجه نداء للشعب الإسرائيلي وأقول لدينا في مصر تجربة رائعة وعظيمة في السلام معكم منذ أكثر من 40 سنة، ويمكن أن نكرر هذه التجربة وهذه الخطوة الرائعة مرة أخرى. أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي. نداء إليكم أن تقفوا خلف قيادتكم السياسية وتدعموها ولا تترددوا أنا بخاطب هنا الرأي العام في إسرائيل، بقول له لا تتردد واطمئن، نحن معكم جميعا من أجل إنجاح هذه الخطوة، وهذه فرصة قد لا تتكرر مرة أخرى. وكلمتي الأخرى إلى أو نداء الأخير إلى كل الدول المحبة للسلام والاستقرار، إلى كل الدول العربية الشقيقة أن تساند هذه الخطوة الرائعة، وإلى الدول باقي دول العالم أن تقف بجانب هذه الخطوة التي إذا نجحت ستغير وجه التاريخ. وإلى القيادة الأمريكية، إلى الرئيس الأمريكي نداءً
لدينا فرصة لكتابة صفحة جديدة في تاريخ الإنسانية من أجل تحقيق السلام في هذه المنطقة. ثالثا، لا يمكن تصور وجود مستقبل النظام الإقليمي أو العالمي بدون مواجهة شاملة وحاسمة مع الإرهاب تقضي عليه وتستأصل أسبابه وجذوره، وتواجه بلا مواربة كل من يدعمه أو يموله أو يوفر له منابر سياسية أو إعلامية أو ملذات آمنة. وبصراحة شديدة، فلا مجال لأي حديث جدي عن مصداقية نظام دولي يكيل بمكيالين ويحارب الإرهاب في الوقت الذي يتسامح فيه مع داعميه، بل ويشركهم في نقاشات حول سبل مواجهة خطر هم صناعه في الأساس، وتعين على أعضائه على أعضاء التحالفات الدولية المختلفة الإجابة عن الأسئلة العالقة التي نطرحها من منطلق الإخلاص لشعوبنا، والتي يمتنع عن الإجابة عليها كل من يفضل الموائمة والازدواجية لتحقيق مصالح سياسية على أنقاض الدول ودماء الشعوب التي لن نسمح أن تضيع هدرا تحت أي ظرف كان. كما يجب علينا في العالم الإسلامي أن نواجه الحقائق بصراحة ونعمل سويا على تصويب المفاهيم الخاطئة التي باتت منبعا إيديولوجيا للإرهاب والإرهابيين وفكرهم الظلامي الهدام. وكما تتذكرون، فقد أطلقت مصر مبادرة لتصويب الخطاب الديني بهدف الرجوع إلى القيم الأصيلة والسمحة للإسلام، وهو ما تعكف المؤسسات الدينية المصرية العريقة على الاطلاع به في الوقت الراهن، مع تعاونها في هذا الشأن مع كافة الجهات المعنية على مستوى العالم. إن مصر التي تخوض حربا ضروسا لاستئصال الإرهاب من أرضها ملتزمة بمواجهته وتعقبه والقضاء عليه بشكل نهائي وحاسم حيثما وجد، وليس بخاف عليكم أن مواجهة الإرهاب كانت على رأس أولويات مصر خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن على مدار عامي 2016 و2017، ورئاستها للجنة مكافحة الإرهاب ليس فقط دفاعا عن مستقبل مصر، بل دفاعا عن مستقبل المجتمع الدولي بأسره. رابعا، إن القضاء على جذور ومسببات الأزمات الدولية ومصادر التهديد للاستقرار العالمي يمر بالضرورة عبر تفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة متفاوتة الأعباء بين أعضاء المجتمع الدولي لتضييق الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين الدول المتقدمة والنامية. فأي مصداقية يمكن أن تكون لمنظمة الأمم المتحدة وأجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة عندما يكون النظام الاقتصادي العالمي نفسه مسؤولا عن تكريس التفاوت وبعيدا عن قيم العدالة والمساواة؟ وأي فرصة يمكن أن تكون متاحة أمام الدول النامية مهما صح عزمها على تبني إصلاحات اقتصادية شاملة تعالج أوجه الخلل في إدارتها لمواردها بدون معالجة جذرية لأوجه الخلل في الأوضاع الاقتصادية العالمية، وذلك عبر المزيد من إشراك العالم النامي في هيكل الحوكمة الاقتصادية العالمية وتيسير نفاذه إلى التمويل الميسر والأسواق ونقل التكنولوجيا. خامسا، إن احترام مبادئ القانون الدولي والتفاوض على أسس المبادئ القانونية والتاريخية والأخلاقية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها هي الطريق الوحيد لتسوية الخلافات في عالمنا. فلا يمكن بعد أكثر من 7 عقود من تأسيس الأمم المتحدة أن تكون القوة أو المعادلات الصفرية هي الوسيلة لتحقيق المصالح في عالم سمته الأساسية الاعتماد المتبادل ووجود أفاق كبرى للتعاون والتفاهم بما يحقق المصالح المشتركة للجميع. وانطلاقا من هذه المبادئ، كانت مصر من أكثر الدول اهتماما بإطلاق مبادرة حوض النيل عام 1999، وسعت للتوصل للاتفاق الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا لمعالجة قضية سد النهضة من منظور تعاوني ينشئ إطارا قانونيا واضحا لمعالجة هذا الملف وفقا لمبادئ القانون الدولي والقواعد المستقرة لتنظيم العلاقة
بين الدول المتشاركة في أحواض الأنهار العابرة للحدود في مختلف أنحاء العالم. إن هذا الاتفاق يظل الإطار القانوني القادر على ترجمة منطق التعاون والتشارك بين الدول الثلاث متى خلصت النوايا وتم الالتزام بتطبيقه التزاما كاملا ونزيها، خاصة وأن الوقت يدركنا وبات الإنفاذ السريع لما سبق الاتفاق عليه أمر شديد الإلحاح لتجنب ضياع فرصة تقديم نموذج ناجح لإدارة العلاقة بين ثلاث دول شقيقة من دول حوض النيل. السيد الرئيس، وختاما، فإن اجتماعنا اليوم في هذا المحفل الدولي العريق هو مناسبة لوقفة صادقة مع النفس نعترف فيها بأوجه قصور النظام الدولي عن تحقيق الغايات والمقاصد السامية التي قام من أجلها، ونجدد الالتزام بإنشاء واقع دولي أكثر إنصافا باعتبار أن تحقيق العدالة بأوسع معانيها على الصعيد العالمي هو الشرط الضروري لمواجهة المخاطر الرهيبة التي تعصف بعالمنا اليوم وتهدد مصداقية النظام الدولي. ولعل المأساة الإنسانية التي تتعرض لها أقلية روهينجا في ميانمار مناسبة أخرى لتذكير المجتمع الدولي بمسؤولياته الأخلاقية قبل القانونية، كما عكسها ميثاق الأمم المتحدة للعمل على سرعة إيجاد حل دائم ينهي معاناة المدنيين ويعالج جذور الأزمة التي باتت تهدد الأمن الإقليمي واستقرار دول الجوار. فلنتحرك معا لتمكين الشعوب من استعادة مقدراتها وفتح آفاق جديدة للتعاون بين كل أعضاء المجتمع الدولي، لنخرج سويا من دائرة المصالح الضيقة وتغليب منطق القوة إلى رحابة المصالح الإنسانية المشتركة والتعاون بين الجميع. ولنكن صرحاء مع أنفسنا إذ يتعين علينا جميعا التخلص من سياسات الاستقطاب، فالعالم اليوم بحاجة ماسة لرحابة المصالح الإنسانية المشتركة، وكل دوله ملزمة بالسعي لتطوير مصالحها مع مختلف الشركاء الدوليين ودون أن يستعدي ذلك أحد. هذه سيد الرئيس رسالة مصر أنقلها لكم اليوم جلية واضحة، وكل أمل في أن تنجح جهودنا المشتركة خلال الفترة المقبلة في الوصول إلى عالم أفضل وأكثر أمانا يعمه الاستقرار والازدهار. وشكرا، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبينا نذيع على حضراتكم كلمة الرئيس مساء أمس، لأنه ممكن بالليل امبارح ما يكونش فيه فرصة أنه ناس كتير تشوفها، والحقيقة وتحليل الكلمة والتركيز فيها على أبرز النقاط التي جاءت ده هنتركه لفقرتنا الرئيسية مع ضيفي الكريمين هنتكلم فيها. لكن الحقيقة أنه الرئيس تقريبا ما فيش قضية من القضايا المهمة المطروحة على الساحة الآن ما كلمش فيها. يعني الرئيس مثلا اتكلم على فكرة انه اولا جملة انه المسؤولية التي نتحملها جميعا تقتضي منا ان نتصارح، دي كانت مهمة جدا، وده اللي كنت بقوله لحضراتكم في بداية الحلقة النهاردة. لو انت في كل مرة هتنتظر فيها انعقاد مجلس امن او انعقاد دول مش عارفة اورو متوسطي او انعقاد جمعية عامة للامم المتحدة او انعقاد جمعيات الجامعة العربية وغيرها وغيرها، لو انت في كل مرة ستستشعر ان الكلمات التي يلقيها ممثلو الدول هي كلمات مكتوبة، وانه الخروج بتوصيات ده بيكون زي ما بنقول كده بور لفورم، يعني حاجة بس كده لسد الخانة وخلاص، يبقى احنا مش يعني علينا الا ننتظر اذا الكثير من الامم المتحده ومن كل هذه المجالس الكثيره، فكره ان نتصارح، فكره ان نضع ايدينا على جروحنا الحقيقيه، اوجاعنا الحقيقيه. عندما تحدث الرئيس عن القضيه الفلسطينيه الحقيقه يعني اتكلم عليها بشكل جميل جدا، قال
قال ان هيفضل الوجع الاكبر، ما معناه ان الوجع الاكبر سيظل على القضيه الفلسطينيه. واتكلم كمان، وهنا كانت نقطه مهمه جدا طبعا، على ليبيا، واتكلم على سوريا، واتكلم على ميانمار، واتكلم على ما يحدث مع مسلمي الروهينجا، واتكلم انه كيف ان الدول عليها ان تتعاون وتتكاتف وتدعم بعضها، والا تتدخل في شؤون بعضها البعض، والا تتدخل في او تحاول المساس بسيادتها. واتكلم على حاجات كتيرة جدا، فكرة المصارحة. ومن هنا الحقيقة احنا كنا بنفكر امبارح واحنا بندردش انا وزمايلي، قلنا ناخد جزء من كلمة تميم، وبعدين اتفقنا قلنا يعني اصل يعني ايه الهدف؟ يعني ما هي كلمة مكتوبة انت وانت بتسمعها وتتفرج عليها انت عارف ان الكلمة from A to Z كلها غلط، يعني مش غلط يعني غلط يعني كلمة يعني ملهاش أي علاقة بالواقع ولا 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 بالصراحة. فايه الفكرة انك انت تعرضها وتضيع وقتك؟ حقيقي والله ما ملهاش وقت. يعني الرجل طلع بيقول لك احنا نرفض الارهاب ونرفض محاصره الدول العربيه لنا ونرفض اتهام قطر بدعمها للارهاب ونرفض ونحن ضد الارهاب وندعو لعمل استراتيجيه لمكافحه الارهاب. انت بتكلم مين يا عم؟ انت بتكلم مين؟ اللي كان ممكن يدخل على الناس وعلى الشعوب وعلى الامم المتحده وعلى مجلس الامن وعلى الميديا العالميه وعلى شعوب المنطقه كلها من سنه واثنين وثلاثه وخمسه مش هيدخل تاني عليهم دلوقتي. اللي كنا ممكن نصدقه زمان مستحيل نصدقه دلوقتي، لاننا شفنا بعنينا، احنا شفنا وسمعنا وعرفنا. ده مش بلد ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة، ده العالم كله يا اخي. ده انت اكتر الدول اللي كانت بتدعمك وما زالت بتدعمك لغاية دلوقتي، ربما بالمال، ربما بوضع استراتيجيات وباي شكل من الاشكال، ما بقتش قادرة دلوقتي على الملأ انها تقول ان هي بتدعمك، وبقت ساكته ولا بتعمل بيانات صحفيه ولا بتدافع عنك زي الاول ولا بتاع. ده الدول العربيه اللي كانت لسه من فتره ايه؟ من كام شهر، من كام شهر، مش من سنين طويله، من كام شهر، الدول العربيه الشقيقه اللي اتكلمت مع مصر وقالوا لمصر لا ارجوكوا كفاكم زج باسم قطر في كل كبيره وصغيره، ومش كل ما تحصل حاجه ولا ارهاب ولا بتاع يبقى قطر هي اللي متهمه. ده هي الدول دي اللي النهارده بعد ما ثبت لها يقينا تورط قطر في كل أو أغلب ما تعاني منه المنطقة، هي اللي النهاردة مقطعة قطر. يعني إحنا بنتكلم على إيه؟ فكلمته الحقيقة كلمة، إحنا قلنا لا يعني قعدنا نقول إيه نزيع الكلمة، اللي عايز يتفرج عليها هيتفرج عليها على مدار اليوم على نشرات الأخبار يعني في المواقع والقنوات المختلفة، بس ملهاش لازمة يعني، ملهاش أي لازمة الحقيقة. يعني كلمة أنت يعني قاعد بتسمع حد بيضحك عليك وأنت عارف إنه بيضحك عليك وبيقول أي كلام في أي كلام وبتهز راسك كده. فيعني لا، نسمع بقى الكلام المفيد، نسمع كلمة الرئيس اللي اتكلم فيها بمنتهى الصدق بمنتهى الصراحة، وزي ما بقول هو قالها، علينا أن نتصارح عشان نواجه مشاكلنا. لو العالم ده عايز يتطهر من الحروب لازم نتكلم بصراحة، وده اللي حصل. ولا نعتقد أبدا أنه كلمة رئيس جمهورية مصر العربية كانت تخلو من الصراحة. الحقيقة كان في كلمات تانية مهمة جدا من ضمنها كلمة ترامب، خليني كمان اتكلم على ده، لانه كلمه الرئيس زي ما قلنا احنا ان شاء الله هنناقشها بالتفصيل مع في فقرتنا الرئيسيه، ونتكلم على القضايا المفتوحه وملفات المفتوحه ودعم القضايا الفلسطينيه وغيره. خليني بس معلش يا شباب قبل الرباعي العربي اخد كلمه ترامب، بما ان احنا بنتكلم على الكلمات، يعني كلمات اللي اتقالت ترامب، وده كان اول خطاب يلقيه في الامم المتحده. خدوا بالكم بقى ترامب عمل ايه. ترامب زي ما تقولوا كده فتح النار على كوريا الشمالية وإيران ونظام بشار الأسد. الحقيقة أنه كان دونالد ترامب استهل كلمته في خطابه في الأمم المتحدة بالأمس عن إعصار إرما. يعني أول حاجة طلع اتكلم فيها ترامب اتكلم على إعصار إرما، قال أنه ملايين المواطنين في بلادي يعانون من إعصار مدمر ضرب البلاد، ولكن الشعب الأمريكي صامد وسيخرج بعزم أكثر مما مضى. في كلمته كمان كان بيقول لك ان الولايات المتحده الامريكيه بتحسن صنيعا، حيث ان البورصه وصلت لمستويات قياسيه والبطاله انخفضت كما لم يتحقق منذ 16 عاما، وانه الشركات في امريكا بدات تعود الى امريكا، الشركات المختلفه سواء الاستثمارات الامريكيه او الاجنبيه بدات تعود الى امريكا مره اخرى دون خوف، وانه ده حصل بشكل لم تشهده البلاد من فتره طويله جدا. طيب الملف الارهابي بقى، الارهابيين، وفي كلمته ترامب كان بيقول لك انه الارهابيين نقلوا ارهابهم الى كل بلدان العالم، وبعض الانظمه الممثله الموجوده هنا تدعم هذا الارهاب.
شوفوا يعني شوفوا لما يتكلم هو واقف قدام في الجمعية العامة للأمم المتحدة، واقف قصاد كل الزعماء ورؤساء العالم والوفود المشاركة، ويقول لك إنه في بعض الناس وبعض الأنظمة الممثلين لبعض الأنظمة اللي موجودين قدامنا هو في القاعة، دولهم وأنظمتهم تدعم الإرهاب. تعالوا نشوف مع بعض جزء من كلمة دونالد ترامب. الحكومة الإيرانية تحاول أن تطفي قناع الديمقراطية على نظام خارج عن القانون، وحولت بلد ثري غني ذو تقاليد عريقة إلى نظام خارج عن القانون لا يصدر إلا العنف وإراقة الدماء والفوضى. ضحايا إيران أهمهم شعب إيران. بدلاً من استخدام موارد إيران لتحسين حياة الإيرانيين، فإن الأرباح من النفط تمول حزب الله والإرهابيين الآخرين الذين يقتلون المسلمين الأبرياء والعرب الأبرياء والإسرائيليين الأبرياء من جيران إيران. هذه الثروة تعزز ديكتاتورية بشار الأسد والحرب الأهلية في اليمن وتقود السلام في كل أرجاء الشرق الأوسط. لا نستطيع أن نترك القتلة، نظام القتلة، أن يواصل هذه الأعمال وبناء الصواريخ الخطيرة، ولا نستطيع أن نلتزم باتفاق إذا أعطى ستارا لبناء برنامج نووي في نهاية المطاف. طبعا ما كانش من يعني مستغرب انه ترامب هيتكلم على ايران في كلمته، واحنا عارفين دلوقتي موقف متصاعد جدا ما بين امريكا، الولايات المتحده الامريكيه، وايران وكوريا الشماليه، ومن يدعم كوريا الشماليه ومن لا يدعمها. هو في نص كلمته قالها صراحه انه ايران دوله ديكتاتوريه تستهدف تحقيق الفوضى في العالم، والحقيقة أنه على طول لحقها بكلمة كده قال فيها أنه الجيش الأمريكي سيكون أقوى من أي وقت مضى. وطبعا مفهومة، يعني مش محتاجة ذكاء أنه أي حد بيتكلم على خلاف مع دولة أو خلاف أيديولوجي مع نظام أو غيره، أول ما نظام مختلف، أول ما بيلوح بكلمة أنه قواتنا الأمنية أو أن الجيش عندنا كذا، يعني على طول بيقولك أنه فكرة الخيار العسكري مش مستبعدة، احنا وي ار ريدي، احنا جاهزين، جيشنا الامريكي حاليا في اقوى حالاته ومستعد جدا. فعلى طول هو بيقول كده انه ايران هتصعد، احنا هنصعد بطريقه غير مباشره، كلمه واضحه يعني. كان في الكلمه كمان طبعا زي ما بقول لحضراتكم اتكلم على كوريا الشماليه، قال لك انه لازم كوريا الشماليه تدرك انه نزع السلاح النووي هو الطريق الوحيد امامها، ان هي ما عندهاش اوبشن تاني، ما عندهاش خيار تاني، وانه زعيم كوريا الشماليه يقوم بمهمه انتحاريه. ده الوصف اللي وصف بيه ترامب زعيم كوريا الشماليه. لكنه في نفس الكلمه وجه شكر للصين والروسيا على فكره دعمهم لفرض عقوبات على كوريا الشماليه. طبعا احنا عارفين ان روسيا والصين رافضين ما تقوم به كوريا الشماليه وموافقين على فرض عقوبات عليها فيما يتعلق بسياساتها النوويه. وقال كلمة كمان يعني هي ترجمتها للعربية أنه الدول المارقة تشكل تهديدا للعالم. عايز أرجع بس تاني لجزئية الجيش، لأنه دي كانت تهديد واضح قوي. يعني احنا شفنا أنه في كلمته ذكر الجيش الأمريكي أكتر من مرة، وزي ما بقول لحضراتكم هي واضحة قوي، يعني أنه ده يعني رسالة مباشرة، هتعنيدوا، احنا الجيش عندنا بنسلحه اكتر واكتر، هتعنيدوا، الجيش الامريكي مستعد وتمام زي الفل. فهرجع تاني للنقطه، بيقولك انه الجيش الامريكي اقوى من اي وقت مضى، واتكلم بعدها على تسليح الجيش الامريكي. هقول لحضراتكم حالا كانت قدامي النقطه، وانه احنا قلنا الاداره الامريكيه ستنفق ان الاداره الامريكيه ستنفق نحو 700 مليار دولار على تسليح جيشها ودفاعها، وانه جيشنا سيكون الاقوى في التاريخ. دي الجمله اللي انا توقفت عندها حقيقي كتير جدا.
هو بيعلن تسليح الولايات المتحدة الأمريكية ويعلن زيادة تسليح الجيش الأمريكي من أجل توصيل رسالة واضحة وصريحة لإيران ربما، لكوريا الشمالية ربما، أي مكان للطرفين، ولكن في النهاية إحنا جاهزين سياسيا ودبلوماسيا، جاهزين عسكريا، جاهزين. كان بيتكلم كمان أنه الولايات المتحدة الأمريكية ستظل دائما الصديق الصدوق للعالم وخصوصا لحلفائها، لكنها لا تستطيع أن تتدخل في اتفاقيات من جانب واحد، وأنه أمريكا يعني 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 ما بتحصلش على أي حاجة من الأمر ده، يعني هي لما بتتدخل بتتدخل من أجل أن يعم السلام بحسب وصفه يعني. بيتكلم كمان على فكرة أنه أمريكا مش هتسمح أن حد يستغلها، وأنه هو كرئيس أمريكي هيدافع عن مصالح الشعب الأمريكي طالما بقي في هذا المنصب، وأنه هيدافع عن مصالح أمريكا قبل أي مصالح أخرى، لكن في تنفيذ هذه المصالح يجب أن ننفذ ما ندين له أو يدين يعني له لهذا الشعب. الحقيقة أنه كلمة ترامب زي ما بقول لحضراتكم بنعتقد أن هي كانت مهمة جدا ومختلفة جدا، زي ما قلنا تاني تهديد واضح وصريح ورسالة مباشرة لإيران ولكوريا الشمالية انه جيشنا الامريكي مسلح وانه بنسلحه زيادة وانه على أهبة الاستعداد لأي دخول لأي حرب للدفاع على المصالح الامريكية. وجه رسالة وكلمة شكر إلى روسيا والصين لدعمهما وموافقتهما فرض عقوبات على كوريا الشمالية بسبب موقفها النووي، وأيضا تحدث عن فكرة يعني أنه العالم لازم يحب بعض ويتصالح ويبقى أحسن مع بعض وغيره وغيره. الحين في الكلمة دي في نقطة كمان في الكلمة، ودي يمكن حنتكلم فيها أكتر مع ضيوفنا، كانت كلمة برضو مهمة قوي. كان بيتكلم أنه غيرنا قواعد المواجهة في الحرب ضد طالبان والمجموعات الإرهابية المختلفة وحققنا انتصارات كبيرة في حربنا ضد داعش في العراق وسوريا. وكان ليه كلمة كده كان بيقول فيها ما معناه أنه أمريكا ما بتمنعش أو ما بتقولش لحد لو أنت عندك مشكلة، أو أن احنا ما قلناش مثلا للسعودية أو ما قلناش لأي دولة عربية أنه لو عندك مشكلة مع دولة ما زي قطر مثلا، لو أنت الخيار عندك العسكري مثلا متاح أنت ممكن في خدوا بالكم برضو، لأنه أنا الكلمة دي على طول على طول وإحنا مغمضين فكرتنا بوزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك في أيام حرب العراق قبل حرب العراق، لما إدت الضوء الأخضر للأحمر لصدام حسين وعشان غزو الكويت. يعني ما معناها كده أنه قال لها يعني قالت له ما معناه أنه يعني لو أنت في عندك مشكلة مع الكويت جرين لايت، يعني عايز تدخل الكويت، عايز تحارب، عايز تعمل ايا كان، يعني اكيد كان في مليون الف حل تاني غير ان العراق تغزو الكويت وتحتلها وتحصل الحرب اللي من ساعتها الحقيقة الوطن العربي كله برضو عمال بيستنزف وبيدفع فاتورتها، غير الانقسامات، غير الاموال، غير التقسمات، غير كل حاجة. فدايما الإدارة الأمريكية عندها الحتة دي، حتة انه في نقط معينة ما بيوصلكش رسالة فيها بشكل مباشر، انت لازم تقرأ ما وراء الرسالة. فخلينا يعني ايه برضو نتكلم في دي، ازاي قروا تصريحات ترامب بصفة عامة سواء عن تسلح الجيش الأمريكي وانه عمال بيزداد قوة، او عن فكرة قطر والدول العربية. بس بمناسبة قطر والدول العربية، الرباعي العربي الحقيقة جدد تمسكه بالمطالب ال13 ويؤكد انه لا حوار مع قطر قبل التنفيذ. اتصالات طبعا يعني شغاله بقالها فتره مع العقلاء، بين عقلاء الاسره الحاكمه ورموز المعارضه القطريه. الامير بن سحيم زي ما قلنا طبعا كان بيندد باحتلال الاماره، وفي قائمه مرتقبه لمبايعه عبد الله الثاني. في تطورات الحقيقه بتشهدها الساحه القطريه بتنذر هكذا هي التطورات وهكذا هو المشهد، بتنذر برحيل تميم بن حمد بن خليفة الثاني الداعم الأكبر للإرهاب. هو ليه اتنين تايتلز الحقيقة، تميم أمير قطر والداعم الأكبر للإرهاب في الشرق الأوسط، يعني لو هيعملوا له بيزنس كارد المفروض يكتبوا حقيقي عليه الاتنين تايتلز دول. في لو طالع في الأمم المتحدة بيقول لك ايه، ونرفض اتهامنا بأننا نرعى الإرهاب ونحث العالم كله نحث العالم كله انه يحارب ويكافح الارهاب. وهم يضحك وهم يبكي والله، يعني عايز تقول له لوك هو توكينج.
في الحقيقة مجموعة من عقلاء الأسرة الحاكمة في قطر المعترضين على الأفعال المشينة لتميم واللي أدت إلى مقاطعة 4 دول عربية للدوحة واللي أعلنت تمسكها مؤخرا الدول العربية دي بموقفها إزاء نظام الحمدين. جددت الحقيقة كل من مصر السعودية الإمارات والبحرين تمسكها بال 13 مطلب اللي طرحوها على إمارة قطر عبر الوسيط الكويتي، والتي من ضمنها توقف نظام الحمدين عن دعم تمويل المنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط، إغلاق قناة الجزيرة القطرية اللي بتبث سمومها حتى الآن من أجل تفتيت المنطقة. حين وزير الخارجية المصري السيد سامح شكري عمل تصريحات لسه مؤخرا، دي كانت اول امبارح الاثنين بعد ما اجتمع على طول وزراء الخارجيه الرباعي العربي في نيويورك بتمسك الرباعي، لانه اتسال هل الرباعي العربي ممكن يعني طب هل ممكن نتراجع شويه، هل ممكن، اكد على تمسك الرباعي العربي بال 13 مطلب، واكد انه لا تفاوض مع الدوحه قبل تنفيذ هذه المطالب. نروح الى انا بس عندي كمان خبر مهم جدا في مصادر خليجية، وده الخبر بقى اللي بعتقد ان هو هيغير شكل القضية كلها. في مصادر خليجية اكدت عن وجود تحركات في صفوف المعارضة القطرية لجمع توقيعات لمبايعة الرمز القطري الشيخ عبد الله بن علي، والذي ظهر اسمه على السطح بعد نجاحه بجهوده الصادقة في حل أزمة الحجاج القطريين الأخيرة. حضراتكم عارفين أنه هم دايما كده النظام القطري، يعني هو يعمل المصيبة ويرميها على غيره، يقولك أن غيره اللي بيعملها. فاكرين حضراتكم لما قطر فضلت قاعدة تبلبل كده وتقولك السعودية تسيس الحج ولا لتسيس الحج؟ يا عم احنا ما سيسناش حاجة، يا عم احنا في مقاطعة عندنا حاجة وحق، واعترفنا بحق اي مواطن قطري انه يحج بيت ربنا، دي حاجه تانية. هنبعت لكم طيران مخصوص والناس هتيجي وهتكرم وتحمى وتعامل، هتيجي وهتكرم وتحمى وتعامل احسن معامله دول في بيت ربنا. لا ما اعرفش، فضلت الازمه كده لغايه لما تدخل الامير عبد الله بن علي اللي ظهر اسمه زي ما قلنا، وهو اللي تدخل وكان سبب كبير جدا في حل الازمه. واعتقد 900 وحاجه حج قطري اللي كانوا مقدمين على الحج راحوا الحمد لله، ادوا الحج مناسك الحج ورجعوا. الكلام بقى دلوقتي اللي بيتقال ان في مصادر بتقول انه تم اعداد مبايعه، بيان لمبايعه الشيخ عبد الله اميرا لقطر، او الشيخ عبد الله اميره لقطر، وعزل لتميم بن حمد ولو بصوره رمزيه في الوقت الراهن، اللي هو فكره نهدي بس الجو العام، مش تمثيليه يعني، مش تمثيليه، ما هم بيقولوا كده، بس اللي هو نهدي الجو العام. وانت عندك الاربع دول الرباعي العربي خلاص مسك في موقفه، ما يعني عشان بس بتوع قطر النظام هناك ما يفتكروش انه هينسوا، كلها شهر ولا اتنين وحنوحش بعض تاني كدول عربية ودول خليجية ومجلس التعاون الخليجي وبتاع ومصر قلبها كبير وبتنسى وحتنسى وبتاع. لا لا، مفيش الكلام ده. لو 100 سنة احنا فاضلين كده. على فكرة هم المتضررين، ولسه كنت بقول لحضراتكم امبارح الاقتصاد القطري نعم هو اقتصاد قوي جدا جدا، بس عشان نكون واضحين وما نقدرش نقول انهار الاقتصاد القطري، ولكنه بدأ يتأثر سلبا. فهيصمد بعد كده يعني ايه، قد ايه، شهر 2 3 سنة، يعني هيصمد قد ايه؟ ما هي دي الفكرة. وانه المبايعة دي ده ردا على ممارسات تنظيم الحمدين ودعم الدوحة وإيواءها للكيانات والتنظيمات الإرهابية وإضرار النظام القطري بعلاقات الإمارة مع محيطها العربي والإسلامي. ده موضوع مهم جدا. نروح إلى صحيفة إسرائيلية، ده بمناسبة الكلام عن قطر. والله على فكرة الأخبار عن قطر مرزقة، يعني سبحان الله الخبر بيجيب خبر وما بنقصدش والله، يعني ما بنقعدش بالليل ندور على أخبار قطر، هي بتجينا لغاية عندنا كده سبحان الله. صحيفة إسرائيلية، صحيفة يسرائيلي يوم، دي صحيفة إسرائيلية معروفة، كشفت النقاب عن اتصالات قطرية إسرائيلية تهدف، بصوا السياسة، أنا طبعا يعني عمري ما هقول لفظ خارج، يعني بصوا يعني وحاشة السياسة، تهدف لإبرام اتفاق يتوسط بموجبه اللوبي الصهيوني لدى الإدارة الأمريكية عشان يخففوا الضغط على الدوحة. تمام، مش
ده دي ممكن تبقى مفهومة. ما هم يعني ما هم كل دول العالم فيها علاقات بينها وبين إسرائيل، يعني ما يعني تمام، ما فيش مش المشكلة إن قطر كانت تقول لإسرائيل والنبي خلي اللوبي الصهيوني يضغط على الإدارة الأمريكية عشان الضغط يقل علينا كقطر وكدوحة، مش دي مشكلة. مقابل إيه بقى؟ بصوا الدايرة، مقابل استعادة جثث الجنود الإسرائيليين اللي بتحتجزهم الفصائل الفلسطينية في غزة. الصحيفة الإسرائيلية نشرت تقرير خطير جدا الحقيقة، بعد حضراتكم يعني لو تحبوا تقروه على الإنترنت، هو زي ما بقول لكم من صحيفة إسرائيل يوم الإسرائيلية، بتقول لك إنه مين بقى مهندس الاتفاق في الاتفاق، مهندس الاتفاق ده هو سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون، وإنه الدوحة تواصلت معاه لربطها باللوبي الصهيوني، وإنه فعلا وصلهم باللوبي الصهيوني وأجرى لقاءات مكثفة مع زعماء المنظمات الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأكد إنه ينبغي على الدوحة إبداء حسن نواياها بإنها تضغط على الفصائل الفلسطينية لإعادة جثث الجنود الإسرائيليين. يعني أنت يا قطر دلوقتي في موقف وحش وصعب والعرب مقاطعينك وبدأتي تفقدي كريدتس، كل يوم بتفقدي كريديبيليتي اكتر، مصداقيه اكتر، تمام اسرائيل هتساعدك، بس اضغطي انت على الاداره الفلسطينيه عشان يسلمونا جثث الاسرائيليين، وانه في حاله قبول قطر بشروطها فانه اللوبي الصهيوني مش هيبقى عنده مانع انه يلعب الدور ده. حاضر يا ستي، هنخف الضغط عليك شويه ونخلي اللوبي الصهيوني يضغط على الاداره الامريكيه عشان الضغط يقل عليك شويه. حكومة إسرائيل بقى لمواطنيها في الدوحة، ما إسرائيل ليها مواطنين في الدوحة، قالت لهم قطر غير آمنة وخرجوا منها فورا. ده بيان أو نص طلعته زي بيان كده طلعته إسرائيل وزعته على رعاياها في الدوحة، ده في ضوء التوترات طبعا اللي الدوحة بتشهدها وضعف الأمن القطري في الدوحة. مكتب مكافحة الإرهاب التابع لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالب الإسرائيليين الموجودين في قطر بمغادرة الدوحة فورا. الموقع الرسمي للمكتب لمكتب الرئيس الوزراء الإسرائيلي امبارح اهو امبارح الثلاثاء نشر بيان أكد فيه إنه بسبب الفوضى التي تعم قطر عقب مقاطعة الأربع دول العربية للدوحة، فإنه المكتب الإسرائيلي يناشد المواطنين الإسرائيليين بالدوحة سرعة مغادرتها. في شركة أمريكية الحقيقة بتوثق جرائم قطر، مش بقول لحضراتكم والله الأخبار عن قطر مرزقة سبحان الله، يعني الأخبار بتجيلك لغاية عندك. شركة أمريكية توثق جرائم قطر في سلسلة أفلام سمتها قطر هو التحالف الخطير. شركة أمريكية عملت حاجة يعني مختلفة شوية، وثقت رصدت جرائم تميم بن حمد في المنطقة، الحاجات اللي بيعملها بس على 6 أجزاء، الفيلم ده عبارة عن 6 أجزاء، ومضمون الفيلم هنشوف لقطات كده سريعة منه وإحنا بندردش دلوقتي. مضمون الفيلم ده بيتكلم عن علاقة الدوحة بالإخوان المشبوهة، وقد إيه الدوحة بتستخدم الجزيرة منبرا للتطرف. دي الحقيقة ممكن نقول إنها يعني حلقة جديدة من فتح جرائم ومؤامرات قطر ضد دول الشرق الأوسط والعالمين العربي والإسلامي، وإنه بعد حوالي 4 أشهر من المقاطعة العربية لنظام تميم بن حمد لدعم وتمويل والجماعات والكيانات الإرهابية، الشركة دي شركة إعلامية أمريكية كبرى أنتجت سلسلة من الأفلام الوثائقية اللي بتتناول علاقة الدوحة بالتنظيمات المتطرفة، زي ما قلنا سمتها قطر التحالف الخطير. طب الفيلم ده بيستند إلى إيه؟ الفيلم الرئيسي اللي انتجته الشركه دي شركه بي اي سي ميديا، وبيقسم ل6 أجزاء زي ما قلنا، عباره عن مجموعه من ابرز خبراء الاوساط الاكاديميه ومراكز الابحاث الدوليه الرائده. معاهم كمان في الفيلم هتلاقوا شايفين طبعا بقى قرضاوي واخدين حاجات وذيس واز ذا ديفاين والخطب بتاعته بقى اللي قاعد بيتكلم فيها وقاعد بيحط، يعني بصوا جايبين كل وراجعين طبعا لحادثه 11 سبتمبر برج التجاره العالمي، وجايبين حاجات من بن لادن من اسامه بن لادن، لقطات فيه تصريحات والحاجات اللي كان بيقولها، وجايب الحقيقه الفيلم دسم جدا. واخدين في الفيلم كمان تصريحات سابقه لمسؤولين سابقين
الأمريكيين بينهم الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين في الكونغرس الأمريكي. الفيلم بيتناول علاقة قطر بالجماعات الإرهابية من بينها طبعا جماعة الإخوان وتاريخ الجماعة دي من العنف. جاي كده عامل لك زي بريف هيستوريكال بريف كده يعني بريف تاريخي عن علاقة الإخوان وفضلا على إنها المنظمة الأم للجماعات الإسلامية المتطرفة حول العالم. هي زي ما دايما نقول التنظيم الدولي للإخوان هو البيج أمبريلا المظلة الكبيرة تحتها بقى كل التنظيمات الإرهابية التانية بقى. وبيتناول الحقيقة كمان قناة الجزيرة القطرية، الشركة متكلمة على قناة الجزيرة القطرية يعني الله ينور، باعتبارها هي وصفها في الفيلم كده في الأجزاء الفيلم صوت التطرف في المنطقة ولسان الجماعات الإرهابية. الحقيقة أنه جوناثان شانزر وهو نائب رئيس البحوث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وخبير مكافحة الإرهاب السابق في وزارة الخزانة الأمريكية بيقول أنه في قائمة بالجماعات المتطرفة اللي القطريين بيدعموها من بينها طالبان وجبهة النصرة اللي طبعا بتمثل فرع تنظيم القاعدة في سوريا وجماعة الإخوان والميليشيات المتطرفة ليها في ليبيا. بصوا التشعبات عاملة ازاي وان كل دعم ده بحسب كلامه ان كل دعم قطر للنصرة ارهابي النصرة في سوريا وداعش في ليبيا ان كل ده في النهاية على نطاق اوسع طبعا بيكون المتطرفين بقى دعمهم في جميع انحاء العالم. الفيلم الوثائقي في ده مهم جدا عن قطر اسمه قطر تحالف خطير، شرح للعلاقة المعقدة جدا بين هذا البلد الصغير تلك الدويلة الصغيرة وبين الدول الغربية. في هتلاقوا برضو في الفيلم تعليق لشخصية واحد اسمه لي سميث. لي سميث ده زميل بارز في معهد هاتسون الأمريكي بيقول فيه انه قطر حليف وخصم للولايات المتحدة الأمريكية، حليف وخصم، وانه الدور اللي بتلعبه قطر على مدار السنوات العشرين الماضية وهي تواصل دعم الكثير من الجهات الفعالة الشريرة بينما تستضيف ايضا اكبر قاعدة جوية للولايات المتحدة في الشرق الاوسط. ودي من ضمن الاسئلة الحقيقة كمان. الفيلم خطير ومهم جدا وجايب زي ما بقول لحضراتكم شهادات ومعلومات وثائقية ومستندات وناس كتيرة طالعة متكلمة واخدين لقطات كده بايتس كده لقطات من خطابات كتيرة جدا في مناسبات كتيرة جدا يمكن من سنتين وثلاثة وخمسة وعشرة ما كنتش تفهمها. النهاردة بقى وانت قاعد كده زي البازل عمال بتركب كل الخيوط على بعضها خلاص بقى بدأت تفهم. اهو حتى علاقة قطر بأمريكا هو نفسه لي سميث بيقول لك علاقة الصديق والعدو في نفس الوقت، يعني مختلفين في ملفات واحد اتنين تلاتة بس في نفس الوقت قطر is hosting او بتستضيف اكبر قاعدة امريكية في المنطقة كلها. دي عن الشركة القطرية اللي شركة عفوا الأمريكية اللي وثقت جرائم قطر في ست أجزاء من سلسلة أفلام قطر التحالف الخطير. بمناسبة برضو دعم قطر للنصرة ودعم قطر للميليشيات الإرهابية في سوريا، الغد العربي الحقيقة بيحذر من قلب القاهرة إنه التفكير في التقسيم لعب بالنار. حانو الجربة يعني رئيس تيار الغد السوري المعارض سيد أحمد الجربة أكد أن سوريا بتتعرض لاحتلال ولمناطق نفوذ بتتوزع ما بين روسيا وأمريكا وتركيا وإيران. والحقيقة أنه واصف انه في دول اخرى طبعا هي الدول الشقيقه اللي بتدعم سوريا طوال الوقت. بس خليني ارجع تاني للنقطه دي لانها مهمه، انه الجماعه المسلحه التي جاءت لاقتلاع قرار السوريين الوطني هي من نتاج يعني الاختلاف والمعارضة بين الدول اللي كلها الحقيقة عندها مطامع في سوريا. الجربة في كلمته الحقيقة في الملتقى الأول للعشائر والقوى السياسية السورية أكد أنه الاجتماعات في مصر العروبة والشقيقة الكبرى، موضحا أنه سوريا وخلافا لأي دولة منكوبة يعني، ومشيرا كمان للدعم السوري والسعودي والإماراتي للخيار العروبي الوطني السوري. وأوضح أنه ظروف سوريا تغيرت دلوقتي وأنه خارطتها السياسية كمان تبدلت بشكل كبير، وحذر بشدة
من سعي البعض لتغيير الشكل العام للسياسة في سوريا بالكامل. كان في كان بيتكلم كمان انه سبب اللقاء اللي بيجمع ابناء المنطقة الشرقية لا سيما الجزيرة والفرات، وانه هذه المنطقة بتشكل خط الصدع ومحور المواجهة الدولية في مكافحة الإرهاب وتقاسم النفوذ معا في آن واحد. تعالوا نشوف مع بعض جزء من هذا المؤتمر. أتوجه إليكم بدعوة صادقة لكي نسارع ونرفق عملنا على الأرض برؤية سياسية شاملة ننجزها الآن وليس غدا، حتى لا يضيع حقنا كما ضاعت حقوق عربية كثيرة. وإننا لم نحضر رؤية جاهزة وعلى القياس، فهذه ليست عاداتنا ولن نحترفها، ولكننا وضعنا مسودة نقاط تسهيلا للنقاش من أجل الخروج بمقررات سياسية عملية تحجز لنا موقعا على رقعة الشطرنج السياسي وبشكل مبكر، حتى لا نفيق يوما كغيرنا في المنطقة على صوت كشملك. لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، ولا سراة إذا جهالهم سادوا. وأعتبر أن النقاط الأساسية واضحة للجميع، ولكنني سأذكرها على قاعدة أذكر في سياق مسودة نبيضها مع هذه الوجوه الطيبة والأيادي البيضاء. لكن قبل أن أعرض النقاط، أقترح أن نثبت اجتماعنا هذا بشكل يمكننا من حجز مقاعدنا على طاولة الحوار السياسي، وهذا أمر أعتقد لا نقاش فيه. أما نقاط الرؤية السياسية التي يتوجب علينا دراستها، فأقترح أن تكون كالتالي: أولا، التأكيد على مواجهة الإرهاب بكل أشكاله ومن كل الأطراف، لما لذلك من أهمية في استعادة قرارنا الوطني من العصابات التي سطت عليه، إضافة إلى أهميته على مستوى التواصل مع العالم والأصدقاء الذين قدموا القليل وننتظر منهم الكثير في مواجهتنا المفتوحة مع الإرهاب. ثانيا، التأكيد على أن الحل السياسي لا ولن يكون إلا متوازنا ومرتكزا إلى مطالب السوريين أولا وقرارات الشرعية الدولية ثانيا، وبالتنسيق الكامل مع الثلاثي العربي. ثالثا، تثبيت حقوق جميع المكونات داخل سوريا الجديدة وليس المفيدة، وأعني كل شبر من سوريا الواحدة الموحدة. ومن يظن أن تقسيم سوريا سيمر مرور الكرام، فنقول لهم أن اللعب بهذه النار لسوف يفضي إلى انتشارها في سائر دول الإقليم. عايزين سريعا بس قبل ما ننتقل لخبر او خبرين كده من الشأن المحلي، الاخبار المهمه اللي معانا، اسماعيل هنيه رئيس المكتب السياسي لحركه حماس بيتكلم في انه هم بحثوا 5 ملفات رئيسيه ابرزهم انهاء الانقسام، وانه هم في انتظار قدوم حكومه لغزه، وانهم مستعدين للقاء حركه فتح بالقاهره لاتمام المصالحه. يعني الجزء الاول من المصالحه والحوار والحديث تم بالفعل بالرعايه والوساطه المصريه 100%. المرحله الثانيه كانت موافقه بل وبالفعل حل بدء حل اللجنه الاداريه الحاكمه لقطاع غزه من قبل حماس، وقبول فتح طبعا لذلك وترحيبها بذلك، وكان في تأييد عالمي حتى انه من هنا بدات الفكره تتحرك شويه، الصلح بدا ياخد يعني شكل جديد. ثم دلوقتي اسماعيل هنيه رئيس المكتب السياسي لحركه حماس بيتقدم بكل الشكر لمصر على الضيافه ويعني استضافتها ليهم في القاهره، موضحا انه الزياره تناولت العديد من الملفات، منها الملف السياسي وتطورات المنطقه وما يحيط بالقضيه الفلسطينيه. بنعتقد انه الفتره المقبله دي هنشوف فيها بقى كيف تسير الامور. يعني مصر عملت اللي عليها وزياده، يعني مش عداها لعيب وازح، ده يعني عملنا اللي علينا وزياده الحقيقه، وطول الوقت بنكرر الفكره. مصر عندما تلعب هذا الدور الهام جدا، اولا مصر كبيره
الأكبر في المنطقة، لديها مسؤوليات تجاه أشقائها واتجاه القضايا المختلفة. لدينا كمصريين حتى يعني قيادة وشعبا يقين إنه الشعب الفلسطيني أطفال الحجارة لا ذنب له في ما يحدث على الصعيد السياسي، وبالتالي كل ده من أجل الوصول إلى حماية وأمن الشعب الفلسطيني في النهاية. والنقطة الثانية طبعا أنه تهدئة الأوضاع هناك والجلوس على مائدة المفاوضات أكيد هيكون لي علاقة مباشرة بأمننا القومي، الأمن القومي المصري. أنا عايزة أروح بقى سريعا على كان مهم خبر النمسا، بس خلاص نأجله إن شاء الله، نأجله يوم السبت، عندي خبر مهم جدا. عن مين يا جماعة؟ عن مين؟ عن مرسي والإخوان. يلا ندخل بس على خبر بقى، ده خبر المحلي، معلش رح نلحق ناخده دلوقتي. خبرين بس الأول معلش عن الأثار يا جماعة. في حالة بلبلة حصلت، حضراتكم عارفين انه متحف في اللوفر في فرنسا فتح فرع ليه كبير، في فتح يعني فرع كبير للمتحف في أبوظبي، أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. والحقيقة أحسنوا الاختيار يعني بلد كدولة إمارات يعني أكثر من جميلة ومنتظمة وراقية وغيره، وأبوظبي أيضا العاصمة يعني 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 كم التحضر الموجود هناك يشجعك. والحقيقة أنه حتى الناس اللي تشتغل هناك، حتى الإكسباتريتس اللي بيشتغلوا في أبوظبي من الأجانب والجنسيات المختلفة بيبقوا حارسين وبيلاقوا، يعني بيروحوا يتفرجوا على متاحف، بيروحوا يتفرجوا على آثار، بيتفرجوا على حاجات قديمة. الفكرة بقى اللي حصل أنه في كلام اتقال عندنا في مصر هنا من كام يوم أنه في قطع أثرية فرعونية اتباعت لمتحف اللوفر في أبوظبي، فرع أبوظبي اللي اتفتح ده. فمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أكد أنه نفى تماما الكلام ده، أو أوضح أنه تلك الأنباء مضللة وغير صحيحة، وأنه مصر لم ولن تقم ببيع أي من قطاعها الأثرية على الإطلاق، وأنه هي حريصة على الحفاظ على جميع الأثار المصرية والتراث الحضاري اللي يمتد عبر آلاف السنين. وبالمرة كمان في نفس السياق نفت أنه قيام مصر بإرسال أي قطع أثرية مصرية لعرضها بالمتحف أصلا، يعني ولا بعنا ولا بعتنا عشان يتعرض، وأنه ده ما حصلش من أكتر من 20 سنة. ده بس كان خبر مهم جدا. عايز أروح لخبر آخر كمان حسيناه خبر مختلف. حضراتكم عارفين كل سنة على شهر مثلا أواخر نوفمبر ديسمبر يناير بنصحى الصبح من النوم خير، اللهم اجعله خير، بنلاقي الدنيا شتاء، بنلاقي الدنيا بتمطر. ايه ده، هي بتمطر؟ ايه ده، هو في مطره؟ في مطره السنه؟ فبنتفاجئ بنفوجئ زي ما بنقول كده. تحصل بقى سيول والمجاري تضرب والبلعات تتسد فننزل، فالناس تغرق، فالقوات المسلحه تنزل تساعدنا. يعني كل سنة ده بيحصل، يعني بقالنا كتير جدا الحقيقة في القصة دي. وطول الوقت بنقول انه في العالم كله هناك علم اسمه علم إدارة الأزمات، Crisis Management، علم إدارة الأزمات. انت حضرتك عارف انه في الشهور من كذا لكذا ده موسم شتاء، هما في عندنا 4 seasons في السنة، سيزن الشتاء ده من شهر كذا لشهر كذا، يعني متوقع فيه يحصل مطرة، وفي مناطق معينة المطرة فيها بتصل لدرجة سيول. يبقى احنا بقى ناخد one step ahead، يعني نمشي خطوة كده قدام استباقية، ونعمل حسابنا انه لو في مطرة هنعمل ايه، لو المطرة زادت هنعمل ايه، لو وصلنا لمرحلة الكوارث الطبيعية والسيول المتواصلة مثلا على مدار ايام نتصرف ازاي. الحقيقة ان محافظة كفر الشيخ عملوا فيها ده، في حاجة محترمة حصلت امبارح الثلاث، كان في محاكاة لتجربة حية لمواجهة الأبطار والسيول، وازاي المحافظة تستعد لمواجهة الكوارث والسيول خلال فصل الشتاء القادم. كان في بقى مشاركة لمعدات، ده جزء من نظام المحاكاة اللي حصل، يعني دي جولة لكن في حاجات محاكاة كده هتشوفوها بعد لحظات. معدات أجهزة الوحدات المحلية، الحماية المدنية نزلت معاهم، مرفق الإسعاف، الري، مياه الشرب والصرف الصحي، مصلحة الكهرباء والميكانيكا، الري والزراعة، الإدارة العامة للنظافة والتجميل. الحقيقة كل الجهات اللي ليها أي علاقة من قريب أو من بعيد بمواجهة السيول، وأنه لو لا سمح الله الأزمة دي حصلت فعلا بيبقى ليها دور، كانوا متواجدين في نظام المحاكاة بالأمس.
يعني اعتقد انها زي ما بنقول تجربه مهمه جدا. دي تجربه يمكن بديله لمواجهه السيول والامطار اللي قامت بها زي ما قلنا الجهات التنفيذيه في التربيه والتعليم والشباب والرياضه والصحه والوحدات المحليه، عملوا حصر لكافه المدارس ومراكز الشباب ودور الضيافه والمكتبات اللي تصلح انها تستخدم كملاجئ في حال لا سمح الله حدوث اي طوارئ خلال فصل الشتاء، وكذلك الغاء كافه الاجازات بجميع المؤسسات الحكوميه بالمحافظه لو حصل اي ازمه. يعني عملوا ما يطلق عليه في علوم الاداره contingency plan، خطه ازمه، خطه طارئه. حصلت سيول، رقم واحد الاجازات بتتلغي، رقم اتنين بنرفع حاله الطوارئ في القصوى في المستشفيات، رقم ثلاثه وزارات واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه بتعمل، كل وزاره بتعمل كذا، الاسعاف بتعمل كذا، خصصوا مدارس معينه بعينها واماكن معينه تبقى ملاجئ الناس تدخل كلها فيها لغايه لما يشفطوا المياه بره او يعالجوا المياه بره. شيء محترم جدا، انا يعني بكون في قمه السعاده والله لما بلاقي ان في حاجات كده، فكر كده ايه اللي هو بتاع علوم، الفكر العلمي في انك تستبق، تسبق بخطوه، ما تستناش لما الكارثه تحصل وتجري تقول يا نهار ابيض الدنيا بتمطر. معانا يا شباب سياده اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، ما معناش تليفون؟ طيب احنا عموما الاتصال مش معانا، لكن بنحيي جدا الفكره دي ونتمنى انها تكون موجوده في كل المحافظات الاخرى، خصوصا المحافظات اللي كل سنه تقريبا بنسمع ان فيها سيول. اسكندريه معرفش، يعني عايزين نبلغ بس يعني الساده في اسكندريه انه قربنا داخلين على فصل الشتاء، كل سنه وانتم طيبين، فبتبقى شيء لطيف جدا لو عملنا برضو من نموذج محاكاه كده وعرفنا الدنيا هناك فيها ايه. دي كانت اخبارنا لهذا الصباح. احنا نطلع مع بعض نشوف تقرير النهارده بقى، يعني ياخدنا كده بعيد خالص عن كل الاجواء اللي احنا بنتكلم فيها دي. النهارده ذكرى 18 لوفاة على رحيل فنانة من نوع خاص جدا. الحقيقة هي فنانة ممثلة وراقصة اشتهرت باسم كاريوكا لانها كانت بتقدم رقصة الكاريوكا، ومش بس قدمتها دي اتقنتها لدرجة انها اتعرفت بيها. 18 سنة مرت على وفاتها لكن هي ما زالت موجودة حتى اليوم في اذهاننا، جمهورها عارفها وعارف اعمالها كويس جدا. هي اسمها الحقيقي بدوية محمد علي، بدوية اتولدت سنة 1915 في الاسماعيلية، وناس كتيرة بقى كمان خصوصا بعد مسلسل كاريوكا الحقيقة اللي كان من كام سنة اللي قدمته الفنانة وفاء عامر، كان مسلسل هايل جسدت فيه شخصية كاريوكا. هي ناس كتيرة بقى عرفت تحية كاريوكا، طفولتها البائسة واخوها الكبير اللي كان بيضرب وبيعذب فيها وبيقصلها شعرها، ويعني شافت طفولة قاسية جدا الحقيقة، ومع ذلك لما كبرت ما اخترتش ولا شخصيتها اتغيرت للأسوأ، بالعكس فضل كده فيها. يعني انا لما بسمع لما قريت قصة كاريوكا قصة حياتها قلت انه مش دايما فاقد الشيء لا يعطيه، احيانا فاقد الشيء هو اكثر من يستطيع ان يعطيه. هي فقدت ربما امان وعيشة طيبة في طفولتها، لكنها لما كبرت كانت حريصة انها تغمر كل المحيطين ليها بالحب والحنان. تعالوا نشوف مع بعض هذا التقرير عن ذكرى وفاة تحية كاريوكا، ونرجع مباشرة نتحدث في الشأن العالمي السياسي، المشهد كله ماذا يحدث فيه، ايه اللي بيحصل في العالم، اجتماعات نيويورك الجمعية العامة للأمم المتحدة وامور اخرى كثيرة، واكيد هيكون لنا تعليق عن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس في الجمعية بعد هذا التقرير. الخفة والجمال والدلع امتزجوا معا لتظهر أمامنا تحية كاريوكا، راقصة وممثلة أثرت تاريخ السينما والفن المصري بأعمالها المبدعة التي عاشت في ذاكرة جمهورها حتى الآن رغم مرور 18 عاما على وفاتها. ايه ده؟ بتاكل اللبن بلبست الجزمة؟ بلبس الجزمة بمعلقة الشوربة.
اسمها الحقيقي بدوية محمد علي، ولدت عام 1915 بمدينة الإسماعيلية، وقد بدأت في اكتشاف مواهبها الرقص والغناء والتمثيل وهي في سن صغيرة، حتى عرفتها الراقصة محاسن محمد، ثم تعرفت على بديعة مصبني وانضمت إلى فرقتها. جاء إيزاك ديكسون اللي هو مدرب الرقص، قال لي أنا هعمل لك رقصة جديدة جدا، فيلم اسمه داون توريو بتاع جينجر روجرز وفريد أستر، وهجيب لك النوتة وهعمل لك أنا الفستان على حسابي، هترقص الكاريوكا. بدأت شهرة كاريوكا بهذا الاسم في عام 1940 عندما قدمت وأبدعت في رقصتها الشهيرة والعالمية كاريوكا. وامسك لي يا أستاذ عدوكا هرقص لك بلدي وكاريوكا. ثم في منتصف الخمسينيات اعتزلت الرقص الشرقي وتفرغت تماما للسينما، وشاركت في عدد ضخم من الأفلام السينمائية التي حملت بصمتها الفريدة، منها لعبة الست وأم العروسة وشباب امرأة. عجبك الدايخة اللي كانت في المولد؟ مش بطالة. ايه اللي عجبك فيه؟ بترقص كويس. وده بتسميه رقص؟ دي عندها مغص عمالة تتلوع على الجنبين قدام. وخلي بالك من زوزو ووداعا بونابرت واسكندريه كمان وكمان ومرسيدس. الو منصور، ازيك؟ ورده هتتجنن عليك، هتيجي بعد بكره صحيح؟ مستنيينك. باي باي. يا ماما ده عجوز قوي يا ماما. اخرسي اديها في العتائق، منصور ده على قلبه قد كده. قدمت كاريوكا مع زوجها السابق المؤلف والمخرج فايز حلاوة عددا من المسرحيات الشهيرة صاحبة الرسالة، حيث قدمت على مدار 22 عاما 18 مسرحية، وكانت في معظمها مسرحيات سياسية منها روبا بيكيا وحضرة صاحب العمارة. بعد 80 عاما من كفاح ومغامرات وأعمال في حياتها، توفيت الفنانة الكبيرة إثر تعرضها لجلطة رئوية في 20 سبتمبر عام 1999. بالرغم من مرور السنوات تبقى إطلالة كاريوكا وحبها لفنها وجمهورها باقية، فهي بنت البلد الدلوعة ذات الجدعنة والحب بين أصدقائها وجمهورها. اهلا بحضراتكم مره تانية، وصلنا لفقرتنا الرئيسيه اللي هيكون فيها ان شاء الله متابعه خاصه لزياره الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحده الامريكيه وكلمته بالامس مساء امس امام الجمعيه العامه للامم المتحده. هذه الكلمه التي تضمنت محاور كثيره جدا، ربما شملت اغلب الملفات والقضايا على المستوى العربي والاقليمي، وعندما تطرق ايضا للحديث عن الارهاب والدول الراعيه له، فهو هنا يتحدث ايضا عن الشان العالمي، وايضا حديثه عن مسلمي الروهينجا وأزمة الروهينجا التي للأسف ما زال العالم يقف أمامها صامتا. هنتكلم كمان عن كلمة ترامب زي ما قلنا وتلويحه بالخيار العسكري، وحديثه عن جاهزية الجيش الأمريكي وكيف أنه مسلح وأنهم على استعداد لزيادة تسليحه أيضا. هل هنا إشارة أو تهديد واضح إلى الأنظمة التي تخالف الإدارة الأمريكية في الرأي، ويعني إيران مثلا وكوريا الشمالية وغيرها؟ كل هذه أمور حنتحدث عنها مع ضيفي الكريمين اللي منورنا في صباح دريم، سيادة اللواء الدكتور مصطفى كامل أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد وأكاديمية ناصر العسكرية. أهلا بحضرتك يا فندم، منورنا.
وضيفي الكريم الأستاذ أشرف الليثي رئيس تحرير مجلة الإيكونومست المصرية ونائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ أشرف يا أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بيك. اسمحوا لنا في البداية أسأل على يعني كيف قرأتما كلمة الرئيس بالأمساء أمس اللي كانت حوالي 10:30 بالليل تقريبا بتوقيت القاهرة في أمام الجمعية العمومية للجمعية العامة للأمم المتحدة. تفضل يا فندم. الحقيقة عندما نتحدث عن هذا الخطاب لابد أن احنا نشير إلى ثلاث أبعاد لهذا الخطاب. البعد الأولاني هو البعد البنياني للخطاب نفسه، بمعنى آخر أنه هو اتسم بالتكامل والشمول، ثم البعد السلوكي وهو قد اتسم أيضا يعني بالصراحة والشفافية الكاملة. البعد القيمي فقد اتسم بالرشد والاتزان. يمكن الثلاث أبعاد دي عشان نحللها وعشان نتكلم فيها، بنتكلم ان هو تناول في خطابه كبعد بنياني جميع المشكلات، سواء المشكلة المحلية او المشكلة الإقليمية او حتى المشكلة او المشكلات في النظام العالمي ككل مرة واحدة. لو احنا اتكلمنا اولا تحدث عن مكانة مصر بالنسبة للمنظمات الدولية، وببساطة جدا قال ان مصر احد المؤسسين لهذه المنظمات، ولكن تقديرا من العالم وقد تولت عضوية مجلس الامن 6 مرات. النقطة الثانية عندما نتحدث ايضا عن مصر على وجه الخصوص، قال ان البعد البنياني لمصر بيركز اساسا على تعظيم المقدرة الاقتصادية لمصر، وانها تمر بمرحلة تنموية في اعتقادي انها لم تمر بها من قبل. لان انا اتصور عندما يتناول الرئيس بصراحته وشفافيته البعد الاقتصادي، نستطيع ان نقرر امام الله سبحانه وتعالى وامام الشعب المصري أن البعد الاقتصادي أو المقدرة الاقتصادية المصرية هي ما زالت متأثرة بالسلب، وقد تؤثر على مكانة مصر ككل، يعني باعتبارها أن هي المقدرة التي تتمحور عليها جميع مقدرات الدولة الأخرى. يعني المقدرة السياسية تتمحور على الاقتصاد، المقدرة العسكرية تتمحور حول الاقتصاد، المقدرة الاجتماعية أيضا تتمحور حول الاقتصاد. وكأنه يقرر بشفافية وصراحة أن هذه المقدرة هي المتأثرة بالسلب. ثم انتقل بعد ذلك في حواره على المشكلات التي تجابه المنطقة العربية بل المنطقة الإسلامية كلها، إذا جاز لي أن أنا أقول العالم الإسلامي. تناول القضية الأساسية التي تؤثر أيضا في حركية العلاقات الدولية في هذه المنطقة، وهي القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية ما زالت تعتبر هي القضية الجوهرية التي تتمحور عليها يعني جميع العلاقات الموجودة. ثم تناول بعد ذلك القضية سواء سوريا، ولابد ان هو يأتي بحل متوازن، حل سياسي متوازن لهذه القضية. تناول القضية الليبية، تناول القضية اليمنية، تناول كل القضايا التي تمثل صراعا وتوترا في المنطقة العربية. ثم تحدث بعد ذلك على النظام العالمي، بتكلم لابد ان احنا نواجه مشاكلنا كنظام عالمي بشفافيه وصراحه. واحد المشكلات لابد لنا ان نتصارح بالضبط، يعني نتحدث عن مشاكلنا بصراحه بالضبط. احد المشكلات التي او ابرز المشكلات التي تواجه النظام العالمي الان هي مروق في دول مارقة النهاردة عن النظام العالمي، هي مؤثرة بدون شك، ويمكن كان ترامب أشار إلى كوريا الشمالية على وجه الخصوص. وكوريا الشمالية يمكن بتتحدى العالم النهاردة، بتتكلم على مش بس على البعد النووي، النهاردة بتتكلم على البعد الهيدروجيني. وعشان أن أنا أدي يعني ملمح بسيط جدا، لم تمارس الإنسانية الردع النووي إلا في هيروشيما ونازاكي. وعشان أوضح للمشاهد الكريم،
ان هذه القنبلة اللي احنا بنسميها استراتيجيا القنبلة العيارية مقدار التدمير بتاعها 20,000 طن TNT. اما القنبلة الهيدروجينية اذا كانت قنبلة عيارية بنفس الوزن بنفس الحجم نضربها في 2000 بمعنى اقصر ان ال 20,000 حضرتك بتتكلم على قوة القنبلة بالظبط قوة تأثيرها قوة القنبلة العيارية النووية 20,000 طن يعني عم تجيب 20,000 طن ديناميت وتفجريهم دي القدرة التدميرية بتاعتها اما تيجي انت نقيس بقى نفس العيار بتاع القنبلة النووية هيدروجينية نضربها في 2000 يعني نضاعف هذا الحجم 2000 مرة وبالتالي انا في اعتقادي انا لا اعلم لماذا هذا الاصرار على هذه التجارب الذي حتى يمكن التجربة كانت بستة طن ديناميت فقط مش 20,000 ستة طن عملت هذا 5.6 التأثير كده يعني لكن هناك أيضا أشار أن هناك من يمول الإرهاب من يدعم الإرهاب من يأوي الإرهاب وبالتالي هذه كلها مؤثرة في العلاقات الدولية بالسلب وعلينا أن نتصارح دي المرة الرابعة أعتقد لمشاركتنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة مظبوط كده مظبوط طيب بتشوف المرة دي أنا عارف أن هو سؤال ممكن يبقى عام بزيادة يعني نظرا لأن كل حاجة معطيات الأحداث في العالم كله اختلفت وتغيرت طيب. بس بتشوف المرة دي إيه المختلف عن الثلاث مرات السابقة كمشاركة مصرية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تمام عظيم السنة دي الرئيس رايح و زي ما بيقولوا معاه ملفات مهمة جدا لأنه يعلم تماما إنما عندما تتحدث مصر فليسمع الجميع فعشان كده الرئيس رايح وأنا بتكلم بقى من منظور أنا شفت الخطاب ده إزاي من منظور إعلامي أولا كان الثقة أزيد ثقة الرئيس في نفسه أزيد ثقته في أنه بيمثل منطقة مهمة جدا وعلى الجميع أن يستمع إلى وجهة نظر المنطقة من خلال أكبر دولة عربية في المنطقة فلما نتكلم مثلا ونشوف أن الرئيس اتكلم عن القضية الليبية إزاي اتكلم عنها بالتفصيل وحسم الموضوع قال إحنا لا نقبل بالتقسيم الذي يتم الآن في ليبيا لا نقبل بهذا ولا نقبل بعملية الإرهاب الموجود في ليبيا وانتقال الإرهاب من مناطق أخرى ويتمركز أو يتم في ليبيا نعم. النقطة دي مهمة ودي كانت نقطة هامة جدا نتكلم عن نقطة أفريقيا بصفة عامة وخاصة المشكلة الثلاث دول مصر وأثيوبيا والسودان في بالنسبة لمشكلة نهر النيل نتكلم برضو عنها باستفاضة نتكلم عن المشكلة الفلسطينية بمفهوم تاني خالص مختلف عن المفاهيم اللي احنا كنا متعودين ان الرؤساء السابقين باستثناء الرئيس السادات انه يتكلم فيها عن القضية الفلسطينية الرئيس السيسي امبارح خاطب الرأي العام الإسرائيلي ليه؟ لأن نتنياهو كان مجتمع مع الرئيس قبل اللقاء دوت بيوم مظبوط انا عايزه اتكلم مع حضراتكم في الجزئيه دي وعايزه برضو اشير الى كلمه الرئيس في الخطاب عن موضوع نحرص على الامن وسلامه الجانب الفلسطيني والجانب الاسرائيلي ونتكلم للتصفيق الحاد الذي حدث في القاعه يمكن هنبقى ناخد جزء صغير من الكلمه بس بعد ما حضرتك تكمل كلامك فبعد لقائه بنتنياهو الصحفيين اللي كانوا موجودين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي قالوا إن نتنياهو محتاج لدعم لمواجهة الرأي العام الإسرائيلي علشان فعلا لو هنقدر نحل القضية الفلسطينية والدعم ده مش ممكن يجيله إلا من مصر مصر فقط هي اللي ممكن تدعمه وعشان كده لما الرئيس بوجه كلامه للرأي العام الإسرائيلي كان من هذا المنطلق إن هو بيوجه كلمة بيقول لهم ان دي فرصة السلام بقى ولا ما تضيعهاش قد لا تأتي فرصة اخرى قد لا تتكرر هذه الفرصة بالظبط كده كان قصده ايه في هنا يا فندم يعني ما ممكن حد يتفرج يقول لك طب ما القضية الفلسطينية دي بقى لها كام سنة دلوقتي عشرات السنوات دلوقتي يعني ما بصي ليه هذا الحزم في الكلمة في كلمة الرئيس انه استغلوا الفرصة يا فلسطينيين ويا اسرائيليين لانه قد لا تتكرر هذه الفرصه مره اخرى واضح ان هناك الاطراف المختلفه الطرف الفلسطيني والطرف الاسرائيلي لديهم الان الرغبه في الحل وعشان كده والرئيس تلمس هذا من خلال لقاءاته مع محمود عباس ومع نتنياهو
بعد لقاء الرئيس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس الفلسطيني اتكلم في النقطة دي وكان يشدد على النقطة دي، لأن واضح أنه هو فعلا تلمس أن هناك رغبة في الحل. بداية الحل كانت المفروض تيجي من الأول الحل الفلسطيني الفلسطيني ثم نشرك الجانب الإسرائيلي، يعني زي ما حصل، ولا كنت ممكن هو المشكلة الفلسطينية التشرذم والاختلاف ما بين الفصائل والانقسام، ما هو ده بيضعفها. لكن لما الاتفاق بتاع القاهرة والاجتماع بتاع القاهرة لما يجمع الفصائل الفلسطينية ويبدأ يتكلموا بلغة واحدة ويبدأوا يتكلموا بمنطق واحد، فادي نقطة يعني تجاوزناها. النقطة الثانية بقى الرغبة الإسرائيلية، هل إسرائيل عندها رغبة أنها تحل ولا لا؟ فواضح أنه نتنياهو المرة دي عنده رغبة، بس واضح أن الرأي العام الإسرائيلي محتاج يعني مواجهة، يعني عايز مواجهة قوية، عايز مواجهة زي ما يعني عارف الصدمة اللي عملها رئيس السادات مع الإسرائيليين لما راح لهم واتكلمهم في الكنيسة، فكان دي صدمة وواجههم. وأنا على ما أعتقد أن دلوقتي في إسرائيل كلمة رئيس السيسي في النقطة دي بالذات بتحظى باهتمام كبير جدا، ووسائل الإعلام الإسرائيلية مركزة تركيز رهيب. ليه يا فندم؟ يعني طب تسمح لنا الأول بس هتكون معنا كلمة، أول ما تكون معنا نجهز نعرضها، اسمح لنا الأول بس أسأل سيادة اللي هو في الجزئية دي وارجع لحضرتك. إحنا فعلا قرينا إنه أو سمعنا إنه لقاء الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء نتنياهو الجانب الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي اهتم بيه جدا وأبرزه حتى في المواقع والأخبار اللي طلعت، ليه في اعتقادك يا فندم؟ يعني أنا أتصور طبيعة الحل الإقليمي، أي حل إقليمي لابد أن يتسم بالتكافؤ وإعطاء كل طرف حقه، وهي عملية صعبة جدا على الجانب الإسرائيلي على وجه الخصوص. عندما وخلي بالك عاوزين نرد الكلام ده كله نرجع للكلمة اللي كان قالها أوباما منذ أكثر من 8 سنوات في جامعة القاهرة، أن على الجميع أن يستعد للتنازلات المؤلمة، وبالتالي الجانب الإسرائيلي سوف يتنازل عن جزء كبير جدا مما اكتسبه، خاصة فيما يسمى المستوطنات، خاصة فيما يسمى على وجه الخصوص مثلا لو احنا شبكنا فلسطين بالجانب السوري، هل ضم الجولان ستستعيد سوريا مرة أخرى ولا لا؟ ده لازم يكون موجود في الحساب. النقطة الثانية، هل ستستعيد سوريا الجولان مرة أخرى أم لا؟ هو ده الحل المتكافئ المتوازن. النقطة نمرة 2، لم يعد هناك حديثا بالمناسبة عن قضية الجولان، يعني ما القضية اتنست، يعني وسط حاجات تانية كتيرة ظهرت على السطح عشان كده القضية اتنست. عشان كده كمان أما نيجي نتكلم على المستوطنات وعلى التمدد الإسرائيلي اللي حصل وعلى التوجه الجيوبوليتيكي الإسرائيلي الجائر على الاستيلاء على أراضي أخرى، وبالتالي لابد أن تتوقف إسرائيل عن هذا الكلام. هل إسرائيل ستقبل بعودة الفلسطينيين في الخارج أم لا؟ وبالتالي على الجميع أن يستعد ويقعد على ترابيزة واحدة، على ترابيزة مفاوضات واحدة، ولابد أن احنا نحل هذه المشكلات حتى يكون نضمن أن يكون هناك حلا متكافئا اعطى كل طرف الحق بتاعه واستقرت الدولة. لأن هذه زي ما أنا بدأت في الأول أن جوهر المشكلات الأساسية في المنطقة هي القضية الفلسطينية، وإذا لم تحل هذه القضية على أساس متكافئ ومتوازن وإعطاء كل طرف حقه، أنا في اعتقادي أن هذه المنطقة ستستمر متأججة التوتر، متأججة الصراع. وأنا عاوز أشير إلى هذا الكلام مرة أخرى، أن هذا اللقاء اللي تم بين الرئيس السيسي ونتنياهو كان تم قبل كده، الرئيس السيسي كان قابل ترامب ونفس التوقيت يمكن بعديه على طول نتنياهو قابل ترامب، باعتبار ان الدولة الامريكية انا في اعتقادي الشخصي او رؤيتي الشخصية انها سترعى هذا الموضوع، واذا لم ترعى يكون هناك ضمانة من دولة كبرى او الدول القوى العالمية الاخرى اذا لم يكن هناك ضمانة حقيقية على استقرار المنطقة، احنا في اعتقاد ان احنا هنكون بعيد قوي عن الحل الاقليمي. كيف يمكن ان نصل الى تلك الضمانة الحقيقية يا فندم؟ واسمح لي برضو اشرك استاذ اشرف في ده، ما هو الكل يتحدث عن
الضمانة الحقيقية لي يعني نبذ العنف وهكذا. طب ما هو إذا كان الانقسامات اللي بنتكلم عليها دي ما زالت متصدرة المشهد في العالم، يعني أنا عندي أمريكا وقطر علاقتهم لسه كنا بنحكي في الأول غريبة جدا، يعني الصديق العدو، احنا انتوا صديق وحلفاء لينا لانكم مستضيفين اكبر قاعده عسكريه امريكيه في الشرق الاوسط، لكن عندنا معاكم نقاط اختلاف واحد واثنين وثلاثه. روسيا والصين وقفوا مع امريكا في قضيه كوريا الشماليه، لكن ايضا هناك يعني تعارض كثير فيما يتعلق بالملفات السوريه وغيره. في موائمات هنا يا فندم؟ لا، في حاجات اللي هي السياسه المعلنه والسياسه الخفيه وما يعلن او ما يقال غير الفعلي، وطبعا في الاخر خالص بتتحكم المصالح في الامور كلها. يعني لما امريكا مثلا تقول ان انا بحارب الارهاب وبناهض الارهاب، وفي نفس الوقت والرئيس السيسي اتكلم في النقطه دي قال ان في دول ما نقدرش ان احنا نقول ان احنا بنحارب الارهاب ونساعد الدول التي تقوى الارهاب، فهو كان بيقصد طبعا ان واضح ان يعني كان المعنى واضح ان ما ينفعش ان انت بتتكلمي عن الارهاب بصفه عامه وتتكلمي عن ان انت بتحارب الارهاب وان انت بتساعدي دول بتقوي الارهاب. كلمه تميم يمكن اعتقد انها تدرس فيما يعرف مثلا ب زي مصطلح كده بيقولوا بلافنج. ايوه، هاو تو بلاف، يعني ازاي تحتال وتلتوي، يعني مش عارفه بيتكلم في ايه، كيف ترعى، ازاي قطر، يعني انتوا بتتهمونا بالباطل ان احنا بندعم الارهاب وانه يعني ما احنا نرجع بقى نقول برضو المصالح في النهايه تتشابك او تتصارب. هو مش بس كده يا فندم، هو في اصرار متعمد من النظام القطري على اخفاء الحقائق وعلى الاستمرار في دعم الارهاب. ده حتى ما فيش خطوة واحدة تقول ان هم بيحاولوا يتراجعوا مثلا عن السياسة، مصرين ان هم يكملوا الطريق للاخر وبيواجهوا كل حاجة، كل المحاولات اللي بتتم دي هم مصرين ان هم يكملوا لاخر مدى. اخر المدى ايه يا ست اللي في اعتقادك؟ اشير الى ايه، يعني انا اتصور ان الرئيس السيسي بادبه الجم اشار الى هذا الموضوع بمصطلح واحد وهو الاستقطاب. الاستقطاب، نعم، الاستقطاب. اليوم نستطيع أن نرى أن هناك استقطابا يتم بالخفاء، ويخطئ من يظن أن الولايات المتحدة قد مارست نوعا كبيرا من الضغط على قطر، لأن مصالحها زي ما قال الأستاذ أشرف المصالح الكامنة في قطر، المصالح الأمريكية الكامنة في قطر لا تستطيع أن تستغنى عن قطر على الإطلاق. لحضرتك تتكلمي على قاعده، هم الحقيقه هم قاعدتين، القاعده الاولى وهي قاعده السلية، والقاعده الثانيه وهي قاعده العديد، وهي اكبر قاعده. قاعده العديد وهي اكبر قاعده موجوده في الشرق الاوسط امريكيا. يعني حاشير الى مؤشر واحد فقط، ان المدرج بتاع قطر بتاع هذه القاعده اللي هي بتنزل عليه الطائرات يستطيع أن يستقبل جميع أنواع طائرات حلف الناتو. كل أنواع الطائرات وفي وقت واحد بالطائرة. قطر بتعتبر هي الدولة الوحيدة التي تتمركز فيها طائرات الإمداد التالي من الجو للطائرات الموجودة. قطر اللي هي قاعدة السلية على وجه الخصوص بتعتبر أكبر قاعدة لوجستية تصنيعية موجودة للولايات المتحدة، تستطيع أن تصنع الاف 16 سي، وتستطيع أن هي تتفاعل مع الصيانات المختلفة للقوى الأخرى المتحالفة معها. اف 16 سي دي المتطورة يا فندم؟ لأن هي اف 16 طائرات قديمة، اف 16 سي دي متطورة؟ لا، احنا عاوزين نقول ايه، هي قديمة نعم بالنسبة مثلا للاف 35، بالنسبة للجي الروسي آسف الجي الصيني 20 التي تماثل الاف 35، يعني دي الأجيال اللي نسميها الجيل الخامس للطائرات. لكن ما زلنا احنا نتحدث في الاف 15 وما شابهها في منطقة الشرق الأوسط، يعني من غير المقبول أو المعقول أو لابد ان احنا ننظر أن الدولة الوحيدة التي تمتلك الآن اف 35 هي إسرائيل. من غير المقبول، يعني هو اسرائيل هي الحليف الاول. امريكا لا تمتلكها؟
لا, لا ده هي هي طياره امريكيه هي مصنعه, لكن قصدك كامتلاك هي بالزبط اسرائيل بالظبط كده. يعني هو الجيش الاسرائيلي هو اللي عنده الطياره دي غير الجيش الامريكي بره الجيش عشان يحتفظوا بمعطيات التوازن القوى لصالح اسرائيل باستمرار طبعًا. كحليف رئيسي طبعا. وبالتالي لابد ان احنا نقول انا من رؤيتي الشخصيه يعني ان الولايات المتحده لم تمارس نوعا من الضغط الكامل على قطر. عشان كده يمكن ترامب حتى بالرغم من تغير خطابات ترامب وكلماته الى النظام القطري في الاونه الاخيره, حتى لو كان لن نصمت كثيرا على دعم ما الارهاب هو الإجراء عليكم اعاده التفكير في دعمكم للارهاب عليهم اعاده التفكير, لكن يعني عليكم كذا احنا نستطيع ان يتعين عليكم ان يتم ما فيش اجراء فعلي حتى لو قال يتعين هي مش مساله بالكلام, لا احنا مش عايزين لا كلام عندما يقول بذلك. وخلي بالك كمان طب يقدر يعمل ايه يا فندم؟ نعم الناس اللي بتسال دلوقتي الاداره الامريكيه ما الذي تستطيع عمله فعليا مع نظام قطر لوقف دعم الارهاب؟ في اعتقادي ان يمكن كلمه الامير قطر تميم انا في اعتقادي الشخصي انه ممكن كان بيسوف الامور ومش عاوز اقول كلمه قد يعني انا اتحاسب امام الله سبحانه وتعالى عليها, كان كاذبا لانه كان بيحول ويبدل الكلام بعكسه تماما. بمعنى اخر كان بيقول دول الحصار, احنا ما فيش دول حصار, دول مقاطعه. النقطه الثانيه كان لو انت مثلا مارست قبل كده كان بيتكلم بيسيس الحج, والحمد لله ان موسم الحج يعني تم بنجاح. النقطة الثالثة ان انت بيقول ان هناك ممارسات اعلامية تسيء الى قطر, من الذي يسيء الى الاخر؟ قناة الجزيرة ام القنوات المصرية ام العربية ام الاخر؟ هو ده الكلام المحتوي بقى يعني ده الكلام المحتوي هنا بنتكلم. فانا متصور ان القعدة اللي تمت اكيد فيها ما يشير الى ان قطر لابد ان تلتزم بنوع ما. اعتقد ان كمان ان هو لم يشير الى ان قطر بتقوي ارهابيين مطلوبين مش بس مطلوبين عالميا, مطلوبين منها هي اساسا. لم يتم يعني الاشاره الى ذلك, وبالتالي عندما حين الوقت او لم يتم الاشاره الى ذلك الان في اجتماعات الامم المتحده الجمعيه للعمل الامم المتحده, ولكن لم يشير ترامب ولكن احنا يعني كممثلين عن الدول الرباعي العربي طبعا يعني قلناها واضحه وصريحه. اللي تم بين ترامب وبين الامير تمام وبين كلمه تمام كمان اللي هو قالها تميم, لابد ان احنا يعني ما ناخدش التحليل بتاعنا بمعزل عن الحدثين دول. الحدث الاولاني هو مقابله ترامب للتمام, والحاجه الثانيه لابد ان نحلل الكلمه التي جاء بها الامير تمام في الأمم المتحدة. وبالتالي أنا ما زلت لا هو أرى كلماته كانت كلمة تميم كانت خالية يا فندم, هي كلها نفي إن هو إن قطر ترعى الإرهاب. أنا نفي, أنا بقول كذب بالظبط يعني كذب. ما هي أنا بقول هي كلمة كلها ملهاش معنى يعني كلمة ليس لها معنى بالزبط. وبالرغم من ذلك إذا كان كلامك حضرتك إحنا مؤمنين به, ما هو الإجراء الذي قابله أو أراد ترامب بالضغط على قطر حتى تلتزم بأصوليات التعامل مع الإرهاب؟ طبعًا. الإرهاب النهاردة طال بلجيكا, طال فرنسا, طال لندن, ألمانيا, ألمانيا, طال مصر, طال كذا. وعاوز أشير إلى حاجة يمكن محدش يمكن ملاحظها قوي. الأب الأمير الأب اللي هم أما جه هنا وزار حماس سنة 2013 وأعطى حماس 250 مليون دولار ولم يقابل السلطة الشرعية للفلسطينيين, ما معنى ذلك؟ أتصور أيضا عندما لو إحنا بس إحنا بننسى كتير قوي, أتصور المشكلة التي حدثت بين داعش وبين قنصل تركيا في بغداد وخطف 50 واحد, من الذي حل هذه المشكلة؟ الأمير تمام نفسه قطر. الأمير طب تمام هو نفسه. هو السؤال بقى المهم, هل هي أمريكا جادة إنها تحل المشكلة بتاعة قطر مع الدول الأربع؟ ده السؤال فعلا, هل هي حريصة انها فعلا تحل المشكلة؟ طيب السؤال الثاني, من هو المستفيد الأكبر من هذا الوضع؟
من وجود قطر في هذه المنطقة بهذه العقلية بهذه الاستراتيجية بهذه الأفكار الإرهابية، والدول دلوقتي بقى بتاعت المنطقة كلها بتعاني منها. من المستفيد؟ من المستفيد من هذا الوضع؟ يعني ما هو دي الأسئلة كلها دي لازم تتسأل، ولازم نعرف المستفيد. طب اسمح لي أسألك هذا السؤال، هل الإدارة الأمريكية جادة في ردع قطر عما تفعله من دعم متواصل للإرهاب؟ أفعال ترامب بتقول غير كده. إيه أقواله؟ الأقوال تمام شايفينها وسمعينها، أقواله حاجة، الأفعال بتقول إيه؟ لم يعني ترامب مثلا على سبيل المثال ما تكلمش عن أي حاجة عن الإرهابيين اللي بتقويهم قطر، ودي نقطة. طيب مهمة، في نقطة تانية اسمح لي بس عشان هي خطيرة جدا. في كلام اتقال امبارح أنه تميم من ضمن جلساته امبارح أو لقاءاته قعد مع هيومن رايتس ووتش، هيومن رايتس ووتش، منظمة هيومن رايتس ووتش، دي مين اللي بيمولها؟ ودي غريب، دي مين السؤال، مين اللي بيمولها؟ لماذا هذا الاجتماع في هذا التوقيت؟ الحقيقة انه تقريرها الأخير عن مصر وانتهاكات حقوق الإنسان دي العالم كله فندها، ويعني وكان أحرى بها أن تتحدث عن دول أخرى بعينها، يعني تغلق مواقع صحفية وتغلق وتعتقل ناس وغيره. فمع كمان هذه الجلسة بين تميم والمنظمة دي كانت فيها علامة استفهام كبيرة، شفتها ازاي دي يا فندم؟ بص هقولك على حاجة، يعني لما يجي ترامب يقول ايه لقطر، يقول لها الخلاف اللي بينكم وبين الدول الاربع دي حلوه بقى يلا، عشان ما المفروض ما تعمليش كده، دي اللغة. لكن لما يقولها ايه، لما يبقى في تهديد بقى صريح او في يعني قرار قاطع، لو استمريتي في تمويل الإرهاب لا هيكون في موقف، اللغة دي بتختلف. لحد دلوقتي ترامب ما دخلش في اللغة دي، زي اللغة اللي ترامب استخدمها مبارح في كلامه عن إيران وكوريا الشمالية. بالضبط بالضبط. طب ليه ما دخلش قطر؟ رسالة تهديد مباشرة، احنا جيشنا جاهز وبنسلحه وحنفضل نسلحه أكتر، فدي بقى لا ده كانت ده كان تهديد واضح مباشر. لكن عمره ما اتكلم عن المشكله القطريه او عن قطر بهذا الاسلوب. اي فندم، لانه قطر اي فندم برضو، لانه كوريا الشماليه وممارسات ايران بتصب في النهايه كمان على الشعب الامريكي والاداره الامريكيه بشكل مباشر. لكن قطر وما تفعله من دعم الارهاب في المنطقه العربيه ودعمها للارهاب واثاره الفتن في البحرين والامارات ومصر والسعوديه ومحاولات قلب انظمه الحكم في البلاد العربيه، امريكا مش متضرره في حاجه. يبقى احنا رجعنا بقى للنقطه الاولانيه، من له مصلحه في هذا الوضع؟ يبقى انت كده حضرتك جاوبتي عن السؤال ده، اللي ليه مصلحه في استمرار هذا الوضع انت جاوبت عليه. عايزه ارجع تاني لكلمه الرئيس، وعايزه ارجع للجزء لانه ده امبارح ناس كتيره وقفت عنده، الجزء الذي يتحدث فيه عن يخاطب فيه الشعب الفلسطيني. هو بدا الحقيقه وجه رسالته في الاول الى الجانب الفلسطيني ثم تحدث الى الجانب الاسرائيلي. تعالوا نسمع كده جزء من هذه الكلمه ونرجع ونتساءل لماذا كان كل هذا التصفيق والحماسة داخل القاعة عندما قالها بصراحة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي أنه يجب أن يعلم الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني أنه سلامة وأمن الجانبين هما الأساس في الحديث عن إنهاء الأزمة وإنهاء الصراع في ما يتعلق بالأراضي الفلسطينية والقضية الفلسطينية. نشوف مع بعض هذه الكلمة. واسمح لي فخامة الرئيس هنا قبل ما أكمل كلمتي أن أنا أخرج عن هذا عن النص اللي موجود، وأتوجه بكلمة ونداء إلى من يهمهم هذا الأمر، وأوجه كلمتي أو نداء الأول إلى الشعب الفلسطيني وأقول له مهم قوي الاتحاد خلف الهدف وعدم الاختلاف وعدم إضاعة الفرصة والاستعداد لقبول التعايش مع الآخر مع الإسرائيليين في أمان وسلام وتحقيق الاستقرار والأمن للجميع. وأقول وأوجه نداء للشعب الإسرائيلي وأقول لدينا في مصر تجربة رائعة وعظيمة في السلام معكم منذ أكثر من 40 سنة، ويمكن أن نكرر هذه التجربة وهذه الخطوة الرائعة مرة أخرى. أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي.
ده السؤال الحقيقة. يعني هل دول العالم كانت تنتظر أن يأتي رئيس مصر ويتحدث بهذه الصراحة في هذا التوقيت؟ السؤال الثاني، احنا كانت البداية منذ أيام عن فتح حماس والمصالحة التي حدثت وقبول حل اللجنة الإدارية اللي كانت حماس مشكلاها ومسيطرة بها على إدارة شؤون قطاع غزة بقالها سنوات، وده اللي طبعا كان فتح معترض عليه طول الوقت، وبداية حل الأمور. ثم جاء لقاء الرئيس بالأمس مع الرئيس المصري بالأمس مع نتنياهو أو بأول أمس، علشان يكون في يعني تساؤل آخر إنه أو اتجاه آخر للتفكير عن ضرورة إشراك الجانب الإسرائيلي، لأنه بدون إشراك الجانب الإسرائيلي وجعله معك على طاولة المفاوضات لن تحل القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية دائما وأبدا المحور الأساسي فيها الحوار الفلسطيني فلسطيني، توحد الفصائل الفلسطينية والحديث مع الجانب الإسرائيلي. هتوجه بسؤالي لحضراتكم وبجدد الترحيب مرة تانية بحضراتكم، كان يعني إيه اللي قريتوه من كلمة الرئيس هنا هو بيتكلم عن الجانبين، لما طلب طبعا من رئيس الجلسة أنه هو يعني يخرج عن النص المكتوب ويوجه نداءه الأول إلى الشعب الفلسطيني في هذه القضية، وأنه من المهم الاتحاد وراء الهدف وعدم الاختلاف، وأن احنا ما نضيعش الفرصة، وبعدها وجه نداءه إلى الشعب الإسرائيلي وأن احنا في مصر عندنا تجربة رائعة في التعايش بسلام معكم لمدة 40 عام، وأنه ممكن تكرر هذه التجربة مرة أخرى، وأنه يقف أو يكرر أنه أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الفلسطيني. ثم هذه الحماسة من القاعة لدرجة أنهم سقفوا، يمكن ما سمعناش تصفيق حاد كده أدى هذه الكلمة. اتفضل يا فندم. طيب أنا في بس سؤال عايز أسأله، ما قوة مصر لدى إسرائيل؟ يعني لو مثلا أي دولة غير مصر تدخلت علشان حل القضية الفلسطينية الإسرائيلية وتدخلت مصر، مدى قوة مصر داخل إسرائيل؟ علشان لما يتكلم يعني احنا مثلا على مدى الخمس ست سنين الماضية كان تقريبا القضية الفلسطينية مترحالة شوية في من الاهتمام بتاع الدبلوماسية المصرية، وتدخلت أكثر من دولة في المنطقة وأكثر من دولة من خارج المنطقة لحل هذه القضية وما نفعتش وفشل، بما فيهم قطر حاولت كذا مرة أنها تتدخل وبتاع، وكانت بتتدخل لصالح طبعا يعني مش لصالح الجانب الإسرائيلي الفلسطيني. لما تدخلت مصر ولما وقفت مصر، لا وضع تاني، ثقل تاني. مصر ليها ثقل وليها قوة داخل إسرائيل، ولما قلت لك في الأول أنه عندما تتحدث مصر فليسمع الجميع أو يصمت الجميع. مصر لما بتتدخل ولما الرئيس السيسي يوجه خطابه للرأي العام الإسرائيلي، ده معناه أن أنتوا أن إحنا بثقلنا بقوتنا بالتاريخ بتاعنا بالعلاقات الإسرائيلية المصرية اللي اتعملت من 40 سنة وكانت تجربة ناجحة، ان احنا مستعدين نكرر التجربة دي تاني ونضمن لكم المرة دي بقى السلام الإسرائيلي الفلسطيني. فدي كانت مهمة جدا. اي دولة تانية كانت هتقوم بالمهمة دي ما كانش هيبقى ليها الثقل وما كانش هيبقى ليه الوضع ده، ولا كان هيبقى الاهتمام من جانب الرأي العام الإسرائيلي. هو فندم الأهم انه الكلام ده يستوعبه بصراحة، انا بس منتهى الأمانة، الأهم والأصعب إن الكلام ده بقى يستوعبه الشعب الفلسطيني ولا الشعب الإسرائيلي؟ بصي، الفلسطينيين عارفين مشكلتهم اللي هي عملية التفرق. أيوة عندهم عارفين مشكلتهم، بس هم برضو يا فندم عندهم كمية انقسامات رهيبة. ما هي الانقسامات دي أنت يعني المفروض إن هم يحلوا مشكلتهم، عشان كده الرئيس بيقول لهم إيه؟ توحدوا وراء الهدف. بالظبط. والاجتماع اللي كان قبل اجتماع الجمعية العمومية العامة للأمم المتحدة كان هنا في القاهرة مع لتوحيد الفصائل، توحيد فتح وحماس، وكان هنا في القاهرة. وعشان كده الاجتماع ده أنا بعتبره إن الرئيس لما راح أمريكا راح نيويورك كان معاه الكارتين دول، الكارت اللي هو مشكلة الفصائل الفلسطينية وقوتها، معاه إنه تمت في القاهرة، فده كارت مهم جدا بيروح بيه يتكلم معاه الجانب الإسرائيلي، إن أنا بكلمكم من منطلق واحد مش من منطلقين، أو من رأي واحد مش من رأيين. تاني حاجة، إن لما بيتكلم الرئيس وبيخاطب الفلسطينيين إن مصر هي اللي هتبقى ضامنة السلام ده بقوتها، بقوة مصر، بخبرتها، بالتعامل اللي هي قبل كده أو التجربة المصرية الإسرائيلية اللي عملناها قبل كده من أيام في عصر السادات. نعم، سيادة اللواء، إزاي شفت كلمة الرئيس في جزئية القضية الفلسطينية؟ سيادة الرئيس دي في المقولة الخالدة للأستاذ الدكتور جمال حمدان، وصف مصر.
عندما قال ببساطة بلغة أن مصر هي الوسط الذهبي للمنطقة. مصر الوسط في الموقع والدور قلب العالم. مصر رمانة الميزان. مصر هي الوسط في النظرة والتفكير. مصر الوسط في الحرب والسلام. لا يوجد حرب بدون مصر ولا يوجد أيضا سلام بدون مصر على الإطلاق. وبالتالي أنا في اعتقادي التحليل البسيط جدا أن سيادة الرئيس بيتكلم على هذا الكلام، هذه هي الفرصة الذهبية أمام الجميع، وعلى الفلسطينيين أن يتم التوحد والاتحاد بينهم. من غير المقبول أن نرى مثل هذا الانقسام، ومصر هي التي ترعى المصالحة بين الطرفين الآن، والعالم كله يثمن دور مصر في هذه المصالحة. النقطة الثانية على الإسرائيليين على وجه الخصوص والدقة أن يتقبلوا بالمعيش مع الآخر، المعيشة مع الآخر. الفلسطينيين عليهم أن يتقبلوا اليهود، واليهود عليهم أيضا أن يتقبلوا التنازل عما ما اكتسبوه من توجه جيوبوليتيكي جائر في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بل والأراضي السورية، وعلى الجميع أن يلتزم. هذه هي الفرصة الوحيدة من وجهة نظر الشخصية للالتقاء، سواء توحد الفلسطينيين أو قبول الآخر بالنسبة للاثنين. آخر نقطة قبل ما اطلع من القضية الفلسطينية، لأنه الرئيس برضو اتكلم على حاجات تانية كثيرة، منها أمور الحقيقة أنه ما فيش ولا رئيس تاني اتكلم عنها في جلسات الأمس. قبل ما اطلع بس من القضية الفلسطينية، القضية الفلسطينية هل بحال حالتها وهل بتهدئة الأوضاع هناك وهل بتسوية الأمور قدر المستطاع بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، أنا كده بأؤثر إيجابا على فلسطين فقط، على القضية الفلسطينية فقط، ولا المحيط بقى كله، الشأن السوري والشأن يعني إزاي أبعاد ده، غير بقى الأمن القومي المصري عندنا كمان. نحن نتحدث جزئية تانية برضو عايزين نشير نحن ليها. نتحدث عن القضية المركزية. هذه هي التي أحدثت توترا في المنطقة العربية كلها. خلي بالك إن يعني إسرائيل بتمثل قلب المنطقة العربية، مصر تمثل قلب العالم كله، وبالتالي لابد من الالتقاء إذا أراد الطرف الآخر قبول ذلك، لابد من القعدة. وأنا عاوز أفكر حضرتك بالنداء اللي كان بيتوجه إليه سيادة الرئيس السادات الله يرحمه في المؤتمر اللي كان عامله في مينا هاوس على ترابيزة مستثيرة حتى لا، وكان العالم الفلسطيني منصوب، هم اللي رفضوا، الفلسطينيين رفض نتيجة لهذه الانقسامات اللي كانت موجودة. فعلى الفلسطينيين أن يراعوا ذلك مستقبلا إذا كانوا يريدون سلاما حقيقيا وتأسيس وبناء دولة فلسطينية مرة أخرى، عليهم أن يتقبلوا بالتوحد ثم بقبول الآخر. في موضوعات أخرى أيضا تطرق لها الرئيس مهمة جدا مش عايزين ننساها، يعني هو تحدث أيضا عن الاستثمار، وده كان يمكن في كمان في خلال اللقاءات اللي عملها أمس وأول أمس. قعد مع عدد كبير جدا من الديسيجن ميكرز، الثينك تانكس، المستثمرين، الشركات اللي موجودة والشركات البوتنشال اللي هي بالنسبة لنا ممكن لسه تيجي تفتح جديد، ده هنتكلم فيه لاحقا. بس خلونا بمناسبة الخطاب السياسي، وده طبعا اللي فرض نفسه بقوه يعني في اجتماعات كالعاده في الجمعيه العامه للامم المتحده، نتكلم عن ثلاث ملفات ايضا تحدث عنها الرئيس في خطابه بالامس. الرئيس اعتقد لو اكون مخطئه هو الوحيد الذي تحدث عن الروهينجا وما يحدث مع مسلمي الروهينجا. انا ما سمعتش حد تاني يتكلم الصراحه عنه. فهنا ايضا دور مصر الرائد في مش المنطقه بس، يعني مصر العالم الإسلامي. في العالم الاسلامي ايضا، يعني غير كمان دورها في العالم الافريقي، في الوطن اللي في الشان الافريقي. ازاي يا فندم شفت ده ووسط صمت يعني مصر بتتكلم، والازهر الشريف كان طبعا منذ اسابيع يعني اصدر بيان حازم ومهم جدا، ومع ذلك هناك حاله من الصمت العالمي والتجاهل التام لما يحدث من اضطهاد واباده ضد اقليه المسلمين في الروهينجا. الدوله يمكن الوحيده برضو اللي في المنطقه اللي اهتمت بالقضيه دي هي مصر. احنا يعني عارفه بندور في فلك ان من هي مصر.
مصر فعلا عندما تتبنى مشكلة وعندما تتبنى قضية العالم كله بيقول ان فعلا القضية بقت مهمة. مصر لو تجاهلت مشكلة او تجاهلت قضية العالم كله ما بيهتمش بيها. فالرئيس عشان يتكلم في 3 4 ملفات مهمين كان فعلا الثلاث اربع ملفات دول انا بعتبر ان هم دول فعلا اللي بيمثلوا دلوقتي ارق للعالم كله مش مصر بس. يعني مثلا لما الرئيس اتكلم عن الاغنياء والفقراء وان التعامل ما بين او النظام العالمي الجديد لم يصل الى الفقراء بالشكل ما هو ده بجرس انذار اهو ان العالم احنا عملنا منظمه التجاره العالميه والعولمه وكل ما كل الاجراءات دي بس لحد دلوقتي الفقراء ما حسوش بكل اللي بالتطور اللي حصل اللي استفاد منه الاغنياء فقط. الرئيس امبارح اتكلم عنها. الرئيس لما يتكلم عن قضيه افريقيا كلها يعني الرئيس شايل هم افريقيا كله على كتافه وبيتكلم باسمهم باسم افريقيا. طيب خلينا نتكلم عن ليبيا يا فندم. الشأن الليبي مهم جدا، ولا توجد بلد في العالم تقف مع الدولة الليبية والشعب الليبي بقدر ما وقفت وتقف مصر، وده مش كلامنا، ده بشهادة الدولة يعني القائمين على الأمر في ليبيا الشقيق. الرئيس كمان اتكلم عن ليبيا. ليبيا بالنسبة لمصر ليست فقط يعني دولة شقيقة وتربطنا بها علاقات قوية تاريخية قديمة جدا، أيضا تربطنا بها حدود أمن قومي، وهي أمن قومي بالنسبة لمصر. إزاي شفت يا فندم أو بتشوف عموما دور مصر الذي تلعبه في القضية الليبية؟ الحقيقة هذا سؤال مهم جدا، لأن أنا بعتبر ليبيا الامتداد الطبيعي جدا لمصر. نعم. بعتبر ليبيا على فكرة خصوصية تشارك مصر في أكثر من 1200 كيلومتر حدود. أعتقد أنها من أبرز النقاط التي ترتكز عليها الأمن القومي المصري. وبالتالي نعم. إحنا شايفين أن ليبيا يمكن تكون مقسمة دون أن ندري، مقسمة إلى قطاع فزان، قطاع اللي هو الشرقي، مقسمة إلى طرابلس، ومقسمة نعم. إلى أيضا الجنوب. وبالتالي لابد أن احنا نشير إلى أن جهود مصر تأتي في المقام الأول على وحدة الأراضي الليبية، ودون هذه الوحدة أنا في اعتقادي يبقى الأمن القومي المصري مهدد من ناحية الغرب. وبالتالي أيضا لابد أن نضع في اعتبارنا أن عدم قدرة النظام الموجود الحالي المنشقة أيضا بين السرات وبين حفتر، أعتقد أنه هو أحد المهددات الأساسية للأمن القومي المصري. وبالتالي أيضا نستطيع أن نطابق ما قاله الرئيس على فلسطين على الفلسطينيين من ضرورية التوحد. أيضا لابد من الليبيين أن يتوحدوا خلف قيادة سياسية واحدة. والهدف يمكن برضو مش باين قوي من كلمة الرئيس، أنه بيتكلم على الاستقرار الأمني والسياسي لابد أن ينبع من دولة مدنية وطنية حديثة للجميع، سواء سوريا أو لينا أو وفكرة يا فندم، عشان ساعات يقول لك إيه، ومصر بتدعم نظام فلان، ومصر بتدعم نظام فلان، فكرة إنه مصر لا تدعم أنظمة بعينها، تدعم طبعا الاستقرار والجيوش النظامية يا فندم، تمام. جيش البلد النظامي، هو لأن أنت لو فتحت الباب إنك تدعم، إن كل دولة تدعم، دولة تدعم ميليشيات، ودولة تدعم معارضة، ودولة تدعم جيش نظامي، ما أنت كده بتأجج الوضع أكتر. بصي، في نقطة مهمة جدا، أنت لو لاحظتي الملفات اللي الرئيس اتكلم فيها دي، الثلاث ملفات دول بيمثلوا العمق الاستراتيجي والأمن القومي المصري. القضية الفلسطينية، أفريقيا، ليبيا، هم دول الامن القومي المصري، العمق الاستراتيجي، الامتداد الطبيعي اللي انت لازم ما تستنيش ان خطر يبقى يجي لك، واي خطر هيجي لمصر هيجي من الثلاث. طيب عايز اتكلم كمان عن اليمن. اليمن للاسف الشديد كانت القضيه الغائبه في اجتماعات الجمعيه العامه للامم المتحده، لم نسمع الكثير عنها. توقعنا أن يتم التحدث بشكل أكثر تفصيلا عن الوضع الكارثي الإنساني الذي وصل له الشعب اليمني، تفشي الكوليرا هناك بنسب كبيرة جدا، ثم نفاجأ أنه الكلام عن الكوليرا في هايتي. يعني
في اعتقادكم ليه في تجاهل للحديث عن هو مش تجاهل يمكن هو في اشاره واضحه في كلمه ترامب لان كل التبعيه النهارده وكل التهديدات والتحديات التي تواجه المنطقه ككل هو التمدد الشيعي واشار اليها على ايران على وجه الخصوص واشار الى التسويه السلميه اللي عملها اوباما انها دي من اسوا التسويات اللي تمت في تاريخ الولايات المتحده لكن لابد ان احنا ننظر بعين التحليل والدراسه الى ان ايران تمكنت في غياب الدور العربي ككل من التمدد الشيعي سيطرت على لبنان من خلال حزب الله سيطرت على سوريا من خلال تواجدها اساسا مع سوريا استغلت الدور الغائب للعراق كله والتقسيم العراقي اللي هو منظور النهاردة يوم 25 في الاستفتاء الكردي ووجود السنة في النص ووجود الشيعة في الجنوب في العتبات المقدسة استغلت أيضا الحوثيين في اليمن وبالتالي أنا شايف أنها تستطيع أن تستكمل ما يسمى بالهلال الشيعي وصولا إلى إحياء الإمبراطورية الفارسية الساسانية التي عاصمتها بغداد وبالتالي لابد أن احنا ننظر إلى هذا المنظور من خلال هذا المنظور إلى ما تشكله إيران للأمن العربي الجماعي والأمن المصري وبل بالعكس الأمن السعودي نفسه الأمن القومي السعودي النهارده بما أن حضرتك ذكرت العراق وما يحدث بها وأمنها وإيران بالزبط. أيضا هل تعتقد أنه إيران تدعم فكرة انشقاق وانفصال إقليم كردستان وجعله دولة كردستان لا. كبرى أم لا, لا. تركيا. مصلحتها فين؟ لا تركيا تريد كردستان ولا إيران ولا إيران ولا سوريا إسرائيل هي الوحيدة التي تدعم أيوة. الانفصال ليه بقى؟ كردستان لا. الولايات المتحدة أيضا تدعم ذلك انا دايما طول الوقت بحس ان الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل صوتين يعني اسرائيل صوت واحد ليه بتدعم الانشقاق الكردي لان الكردستان لو انفصل الاقليم ده هيبقى اقليم او دوله على اساس عرقي واسرائيل قائمه على اساس عرقي فمش هتبقى في دوله بقى شاذه هتبقى دولتين مش هنقدر نتكلم ثاني حاجه تامين الغاز المنطقه اللي فيها غاز تأمينها اللي هيروح الغاز لأوروبا والإسرائيل هو هيبقى في المنطقة دي فهيبقى وبعدين احنا ما ننساش ان العالم فهتصبح إسرائيل مش بس بتأمن لنفسها احتياجاتها من الغاز لا ده هي كمان عشان كده أوروبا هتتحكم أوروبا فيما يتم مقيدة. تصديره إلى العالم بالظبط تاني حاجة احنا لو تلاحظ حضرتك ان الأسبوع الماضي العلم الإسرائيلي اترفع في كردستان اترفع العلم الإسرائيلي في كردستان فده معناه ان يعني الأمور واضحة ولماذا رفض تركيا وإيران عشان في الأكراد في تركيا والأكراد في إيران فمعنى ان هي تقام دولة في العراق بمعنى كده الامتداد الطبيعي لكردستان للدولة الكردية هياخد الأكراد اللي موجودين في المنطقة ومعاهم هقتطع جزء من الأراضي ولا بالزبط إيه؟ كده هيبقى ما انت عندك الأكراد موجودين في العراق وسوريا وجنوب التركية. وجنوب تركيا تمام قيام أي دولة في هذه أو أي بقعة في هذه الدولة معناها امتداد لأن دي لغة واحدة وتاريخ واحد وهدف واحد هما بيهدفوا الأكراد طول عمرهم الهدف الرئيسي بتاعهم إقامة الدولة الكردية فمعنى كده أن دي بتهدد هتلاقي الدولة الكردية بتهدد إيران تهدد تركيا تهدد سوريا والعراق طبعا فلكن لمصلحة مين؟ إسرائيل فقط أرجع بقى لكلمة الرئيس آخر نقطة في كلمة الرئيس قبل ما ننتقل لي بعض الأسئلة الأخرى كده عن زي غياب مثلا الواضح لبوتين والصين روسيا والصين والاكتفاء بإرسال مندوبين وزاريين الرئيس كمان كان في اجتماعات لها علاقة بالاستثمار وزيادة الاستثمارات يعني أنا بتكلم الحقيقة حتى هو في كلمته نفسها بيقول لك أنه لا اقتصاد بدون سياسة والعكس وأنه ده طبعا الـ كان في حرص من الغرفة التجارية الأمريكية هناك أنها تلتقي بالرئيس السيسي وكان في أجندة مسبقة كانت في ناس كتيرة من صناع القرار والمستثمرين كان موجودين الرئيس التقى بزعماء 8 دول وقادة أمريكا وقادة أمريكا وأوروبا تعاون اقتصادي تصدر المشهد كمان والحديث عن استثمارات ازاي شوفوا ان احنا ممكن نستغل هذه الفرصة في وقت تسعى فيه مصر جاهدة الى تشجيع الاستثمارات الحالية المقامة وجذب استثمارات جديدة. بص بقى في نقطة مهمة جدا احنا عايزين نعرف المستثمر الامريكي بيفكر ازاي. اي مستثمر او رجل اعمال امريكي لما بيفكر ان هو يستثمر امواله في مصر او
في مصر تحديدا يعني او اي دوله تانية بيروح لاربع جهات او ثلاث جهات يسالهم. اول جهه المؤسسات الماليه الدوليه، شوف التقرير بتاعتها عن الدوله دي ايه، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، البنوك العالميه، شوف التقرير بتاعه المؤسسات دي عن الدوله دي ايه، فيها استقرار، فيها سهوله، مرونه، فيها وضوح في الرؤيه، فيها دي اول نقطه. طيب النقطه الثانيه او العنصر الثاني او الشركات الامريكيه اللي موجوده في الدوله نفسها، على طول المستثمر سواء الجديد او برضو اللي بيعمل توسع بيروح يسال المستثمر الامريكي اللي بيستثمر امواله اوريدي في الدوله. ثالث حاجه المستثمر المصري بيساله. كويس. واخيرا الحكومه. الرئيس، الوفد اللي راح مع الرئيس والاجتماع اللي عمله الرئيس مع الغرفه كان بيمثل الاربع جهات دي ممثله. سحر نصر اصلا من البنك الدولي، وتعلم جيدا اللغه او الطريقه اللي بتخاطب بيها هؤلاء. الغرفه الامريكيه هنا لما عدت او نظمت الاجتماع هناك مع الرئيس، خدت المستثمرين الامريكان اللي مستثمرين هنا، منهم شركه اباتشي اكبر شركه بترول في العالم، خدت رئيس الشركه وهو اللي بقى يتحدث عن الاستثمار في مصر ومدى جاذبيته والارباح اللي بيحققها. ادي العنصر الثاني. العنصر الثالث اللي هو رجال الاعمال، اعضاء الغرفه الامريكيه رجال اعمال، وهم برضو اللي كانوا موجودين في الاجتماع هناك. العنصر الرابع الحكومه اللي هي ممثله في الرئيس والجهاز الاداري، لما الرئيس اتكلم اتكلم بهذا المنطق، بمنطق او اللغه اللي يعرفها رجال الاعمال الامريكان. بالظبط. كلمهم في ايه بقى؟ نقطه مهمه جدا حاجة ذكرتها دي، اختيار حتى الناس اللي بتقابله، الناس اللي بتتكلم بزنس، بتتكلم انفستمنت، بتتكلم استثمار. عشان كده انا بقول ان الوفد ده مهم جدا، الوفد المرافق للرئيس، لانه مختار بعنايه جدا، ولانه في النهايه احنا كنا عايزين فعلا نشوف المشهد ده، انه الرئيس قاعد مع صناع القرار. هو ايه المشكله كانت بين مصر، او مصر ما كانتش بتقدر توصل للمستثمرين ليه؟ لان ما كانتش بتفهم طبيعتها او تفهم المينتاليتي بتاعته، ما تفهمش هم بيفكروا ازاي. فكنت بتكلميهم انت بالمنطلق الرسمي الحكومي اللي هو اصلا مش مصدق بنسبه 100% عندهم. هو عايز واحد يكلمه بلغته، عايز يكلمه بمصداقيه، عايز لما يقول له انا عايز اضمن انه الريتيرن اوف انفستمنت بتاعي هيبقى كذا في خلال كذا. مظبوط. الطرف الثاني هيرد عليه يقول له معاك، لانه 1 2 3، لان انا عندي قانون استثمار دلوقتي بينص على 1 2 3، لان اجراءاتك بدل ما كانت هتخلص في كذا هتخلص في كذا. والرئيس في كلمته يرد عليه، الرئيس في كلمته ركز على كده بالظبط، قال لهم ايه؟ قال لهم مصر فيها استقرار، هو عايز النقطه دي عايز يسمعها. قال لهم مصر فيها استقرار. قال لهم مصر بتعمل بنيه اساسيه ما كانتش موجوده قبل كده، لان انت لو قلت ان انا عندي بنيه اساسيه وانت مش عندك، ما هيعرف من معلومات تانية. مفيش حاجه مستخبى دلوقتي. وقال لهم ان احنا عندنا بنيه اساسيه مش ممتازه بس بقت كويسه، بنوفر لكم الطاقه، ودي ما كانتش موجوده قبل كده، الكهرباء والطاقه. كان اي مستثمر بيجي يقول لك انت هتوفر لي الطاقه، تقول له طب لمده قد ايه؟ هو عايز اي مستثمر هيعمل مصنع عايز يوفر له الطاقه لمده 10 سنين على الاقل، اسعارها معروفه، الامكان الامدادات بتاعتها. ما كانش انت ما كانش عندك وفره في الطاقه الكهربائيه ولا في الطاقه المواد البتروليه، فانت دلوقتي عندك، والاول مره ده بيحصل في مصر. وعشان كده الرئيس لما قال ان احنا عملنا الانفراستراكشر بتاعنا، البنيه الاساسيه بتاعتنا بقت قويه جدا في الطاقه الكهربائيه وعندنا وفره وزياده، فده كلام واقعي. لما يتكلم الرئيس كمان عن توحيد سعر الصرف، لان دي مشكله، انا بدخل بفلوسي بالعمله بالدولار، لكن لما اجي احول ارباح احولها ازاي؟ بانهي سعر؟ ما كان في سعرين، احولها بالسعر الرسمي ولا السعر الواقعي اللي هو في السوق. فكل ده كانت مؤشر يعني مشاكل او عقبات طبعا بتواجه المستثمر. فانت بتتكلمي بقى بالمنطق اللي هو، مش بتقولي بقى ان احنا جنة الله في ارضه وان احنا هنيجي. لا انا بكلمك على الواقع. انت عارف ان عندك المشاكل وبتقول هي ايه، بس بتقول انت اشتغلت عليها ازاي. بالظبط. انا كان عندي مشاكل كذا وكذا وكذا وكذا، وحلينا كذا بنسبه 100% وحلينا كذا بنسبه 20% وحلينا كذا بنسبه 60% وهكذا. لان لو هو راح سال التقارير بتاعت البنك الدولي والصندوق هيلاقي نفس الكلام ده. لو سال المستثمر الامريكي اللي موجود هنا هيلاقي نفس الكلام ده. انا ما كنتش بقدر احول ارباحي، لا دلوقتي بقدر احولها.
تمام. ان انا ما كنتش بقدر انت عارفه مصر تاني اكبر دوله في العالم ربحيا في الاستثمار. فده تاني اكبر دوله في العالم، تاني اكبر دوله في العالم ربحيه في يعني الاستثمار. يعني افضل عائد استثماري من المشروعات الاستثماريه اللي بتقام في مصر، اللي بتقام في العالم كله، على مستوى العالم كله، مصر تيجي لمصر. بس احنا ما زلنا في المركز ده بقى من بعد ثوره يناير كمان. لا لا لا، اصل احنا التخبط عندنا كان رهيب كام سنه اللي فاتوا دول. احنا كنا بعد ثوره يناير او بعد احداث يناير دي ما كانش في استثمارات بالظبط كده، وبعدين ما كانش في لغه تقدر تتكلم فيها معنا. تمام، يعني حضرتك قصدك بصفه عامه ان مصر هي كذا، ولكن احنا كنا ما كناش كده في الفتره اللي فاتت. الواقع اللي ممكن يلاقوه في اي مكان يروحوا غير الحكومه. بس عاوزين نستكمل الكلام الاستاذ اشرف، كلام يعني متكامل وشامل وكل حاجه. بس انا عاوز اضيف ان البنيه الاساسيه يعني محتاجه حاجتين ايضا بعد كلام حضرتك طبعا. يعني ما الحاجه الاولانيه هو الاهتمام بالطرق والمحاور الاساسيه، وانا في اعتقاد ان احنا ماشيين فيها كويس قوي. تمام. لكن على المجتمع المصري كبنيه اساسيه لابد ان يقوم بتعظيم قيمه العمل، لان المستثمر برضه الاجنبي مش هيجيب اللي ماله معاه. مظبوط. وبالتالي لابد ان احنا يعني نقول والقول الحق لله سبحانه وتعالى ان على المجتمع المصري ان يهتم بقيمه العمل حتى يستطيع ان ننمي هذا الاستثمار لصالح الجروس انكم بتاعنا. وبالتالي لابد ان احنا منذ الان ان يتم مراكز تدريب لتدريب العماله، نقطة مهمة جدا. لكن على الإنسان المصري أن يقوم أيضا بتأهيل نفسه وإعداد نفسه. تمام. لتعظيم قيمة العمل. مهمة. نشتغل إزاي على العنصر البشري يا سيادة اللواء؟ العنصر البشري إحنا في مصر عندنا حاجة غريبة قوي، إحنا عندنا الصنايعي الشاطر قوي، وعندنا معلش أنا ببعد شوية يمكن عن أجواء الجمعية العامة للأمم المتحدة، بس حضراتكم بتتكلموا برضو على نقطة مهمة. احنا عندنا العامل المصري اللي شاطر قوي، اللي حرفيته شاطره، اللي ايديه تتلف في حريره زي ما بنقول، بس احنا برضو عندنا التكاسل، واللي عايز يعمل مشروع ياخد عليه عائد 100% قيمه العمل نفسه. يعني بدل اللي حضرتك تتكلم عليه انا بسميها الفهلاوه المصريه. نحن نريد ان يكون العامل المصري على اساس العامل المصري اللي هو بنى اسطنبول وشارك في 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 النهضه اللي بنى مصر الحديثه يا فندم في ايام الخلفاء محمد علي. بالضبط كده. هو انت عارف في بالتالي لابد ان نعود مره اخرى الى القيم العمليه السليمه مره اخرى. انا مش شايف، مع احترامي طبعا للعمل المصري، العمل المصري عندما تمتلئ جيبه بالفلوس ممكن ان هو يغيب بالشهر او الشهرين، مش دعوه للاسف. وبالتالي لابد احنا النهارده العقاب مثلا في للعامل الياباني هو ان ياخد اجازه من العمل. العقاب، شوف العقاب ان انا ادي له اجازه من العمل ما يجيش النهارده. وبالتالي لابد ان نعود مره اخرى الى تعظيم قيمه العمل، بدلا ما يكون الفهلوه العملية الموجودة مع العامل المصري. لا، ده انا عاوز اخليها على اسس نعود بنا من الماضي مرة اخرى. هي في نقطة كمان مهمة جدا، تغيير الثقافة بقى. بمعنى ايه؟ ان احنا دلوقتي المجتمع بتاعنا مقبل على مرحلة انطلاقة استثمارية متوقعة قوية جدا. مش محتاج فيها المهندسين، لا محتاج فيها الفنيين. لا هو الصراحه محتاجين الاثنين، ومحتاجين التكنولوجيا اكتر. لا، ما انا هقول لحضرتك يعني. ما انا هقول لحضرتك مصر هنا مشكلتها اجتماعيه في الاساس، اللي هو ايه؟ ان في اعتقاد او في نظره دونيه لما هو لكل ما هو اقل من المؤهل العالي. طبعا انا مش محتاج المؤهل العالي. خلاص طبعًا. انا لو كنت محتاج مهندس محتاج قدامه 50 فني. كويس. لكن ال 50 فني دول كلهم عندهم الرغبه ان هو يطلع، يبقى يروح مثلا كليه نظريه. المهندس مش هيشتغل بايديه، المهندس هيضع التطبيقات والنظريات ويشرف في العالم كله كده، ويشرف على عمل ال 50 حرفي او فني. حضرتك قلت اللي بنى مصر الحديثه بايام محمد علي الفنيين. الفنيين مش المهندسين ولا واللي بنى العالم كله، اللي بنى انت عارفه النظريه او عمليه الاهتمام بالصناعات الصغيره والمتوسطه دي مهمه جدا، بس لازم نهتم بيها اكتر كمان. وتبقى دي الهدف بتاعنا الاستراتيجي. لان هو ده اللي هيبني المجتمع، وهو ده اللي بيبني الاقتصاد. اقتصاد الصين قايم على ايه؟ 70% منه على الصناعات الصغيره. الصناعات الصغيره. سؤالي الاخير او قبل الاخير سريعا لحضراتكم، معلش عوده بس الاجواء الجمعيه العامه للامم المتحده، الصين وروسيا رؤسائهم ما حضروش،
اكتفوا بإرسال مندوبين وزاريين. هل ده ممكن؟ وألمانيا على ما أعتقد كمان أنجيلا ميركل كمان لم تذهب. هل ده ربما ليه مدلول؟ هل ده اعتراض مثلا على أجندة معينة؟ يعني أنا أتصور ألمانيا مشغولة بالانتخابات القادمة ترامب بتاع ميركل يعني. لكن غياب الصين على وجه الخصوص وروسيا مع بعض، أنا في اعتقادي أنه ملهاش أي مبرر أنهم محضروش مثل هذه الجمعية الهامة جدا 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 لبحث شؤون العالم. وبالتالي أيضا أنا يعني لا أتصور أن في مبرر قوي يجعلهما لا يحضراني. وبالتالي هذه أنا أتصور أن يعني في اعتقادي الشخصي أن ممارسة الولايات المتحدة بالعقوبات الاقتصادية ضد روسيا على وجه الخصوص منعت تهديد قصدك بالضبط منعت حضور بوتين هذه الجمعية، مع أنه وجه لهم شكر لوقوفهم ودعمهم للإدارة الأمريكية للوقوف ضد كوريا الشمالية. أيضا الممارسات الأمريكية في بحر الصين الجنوبي قد يكون نوعا من الاعتراض على حضور هذه الجمعية. النقطة اللي برضو ان انا شايفها ان اهتمام مثلا الصين وروسيا بالبريكس كان اهتمام كبير بالزبط. والبريكس دلوقتي هم عايزين يعملوا خط موازي مع النظام العالمي الغربي، يعني عايزين يعملوا البنك التكتل ده عايزين يقووه اكتر طبعا، لان هو التكتل ده بيمثل تقريبا نص العالم سواء من الناحيه السكانيه واقوى دول العالم تقريبا فيه اقتصاديا اقوى دول العالم فيه وعايزينه يتوسع وعايزينه يمتد وعايزينه يشمل كمان الدول اللي هي التي تنمو او التي الاخذه في النمو زي مصر فالفكره كلها ان هم واضح ان هم اهتمامهم كمان بالخط ده بيقول يعني عايزين يقووه وفي نفس الوقت يضعفوا الخط التقليدي. نعم. كلمة أخيرة من حضراتكم هتوجه فيها بسؤال لحضراتكم، إزاي في ظل كل الصراعات وتغير المشهد بصفة عامة في العالم كله، يعني تحالفات راحت وتكتلات جديدة ظهرت على الأفق وحاجة يعني صورة مختلفة تماما في العالم كله، كيف تعتقد سيادة اللواء سيكون المشهد الفترة القادمة في ظل يعني كلام ربما يعني هو كلام عن احتمال حرب عالمية ثالثة تقوم حرب عالمية ثالثة تصاعد الأزمة بين كوريا، احنا بنتكلم عنها نووي واستخدام نووي، حضرتك شايف يا فندم المشهد بصفة عامة هيكون ازاي احتمال الفترة القادمة او السيناريوهات المتوقعة؟ انا شايف ان كل ما يتم النهاردة على الساحة العالمية دي عبارة عن تهديدات لا ترقى الى الواقع، لكن لنا أتمنى أن الدول العربية دي سؤال ألم يحن الآن أن احنا نفعل كلام الله سبحانه وتعالى أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه، لأن أنا أتصور أن العالم الغد سيكون عالم التكتلات العملاقة عالم التحالفات والتحالفات المضادة عالم التوازنات والتوازنات المضادة، ألم يحن الآن ويكون بيننا التفكير الرشيد بأن نتوحد نحن أيضا ونقيم تكتل عالميا بحكم الموقع الجيوستراتيجي الفريد للمنطقة العربية بحكم ثروات المنطقة العربية بحكم تعقل الحكام العرب، ألم يحن الآن أن يكون هناك تكتلا عربيا يتعامل مع التكتلات العملاقة الآتية؟ لأن لا يوجد دولة عربية مهما كانت قوتها الشاملة تستطيع أن تتعامل مع هذه التكتلات بمفردها حتى لو كانت تمتلك الأرض جميعا. نعم. لابد من التوحد، لابد من التكتل، لابد من ان احنا نقول حان الان ان احنا نعمل امن جماعي عربي قبل الامن القومي العربي، لان احنا المفروض ان يكون هناك التنسيق الاول، التنسيق يؤدي الى التكامل، التكامل يؤدي الى التعاون، التعاون يؤدي الى استراتيجيه عربيه موحده، الاستراتيجيه العربيه الموحده تؤدي الى الوحده المنشوده، وحتى لو كان ذلك على المدى البعيد علينا ان نبدا من الان. نعم بشكرك يا فندم، اتفضل يا استاذ. انا شايف ان الرعب النووي هيمنع استخدام النووي
دي نقطه. فندم بس ده اليابان عملت لك عملت ملاجئ ومدارس وعملت بروفات للناس اللي لو اتضرب نووي ينزلوا على تحت الارض. اليابان بتعمل اقصى درجات الاحتياط. اقصى درجات الاحتياط مع ادنى التهديدات او ادنى الاحتمال. تاني حاجه اللي انا شايفه بقى مهم جدا، الدوله اللي محدده هدفها والدولة التي تهتم بالتنمية الشاملة والدائمة والمستدامة هي دي اللي هتبقى في المرحلة القادمة. يعني احنا لما نشوف بقى ان في العالم كله دلوقتي بدأت نجوم تظهر تانية غير تقليدية، فأنا متوقع في المرحلة القادمة ان في دول كتير جدا هتظهر وهتتقدم وهتتقدم المشهد السياسي والاقتصادي، وانا بعتقد ان منهم مصر ان شاء الله. ان شاء الله نامل باذن الله تعالى. بشكر حضراتكم جزيل الشكر سياده اللواء الدكتور مصطفى كامل استاذ العلوم السياسيه بجامعه بورسعيد واكاديميه ناصر العسكريه، شكرا حضرتك يا فندم. وبشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ اشرف الليثي رئيس تحرير مجله ايكونومست المصريه ونائب رئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط، شكرا لحضرتك. شكرا. نورتونا. اسمحوا لنا اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. النهارده باذن الله هو اخر ايام العام الهجري 1438، غدا بإذن الله تعالى نستقبل عام هجري جديد. نسأل الله عز وجل يا رب يجعله عام هجري جديد سعيد طيبا مباركا علينا جميعا، على مصر وعلى كل المصريين وعلى الأمة العربية وعلى الأمة الإسلامية وعلى الإنسانية وعلى شعوب العالم جميعا. يا رب تكون سنة جميلة، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يكتب لنا فيها، يكتب لهذا الكون ولهذا العالم فيها كل الخير. يا رب مصر دايما في تقدم، يا رب بإذن الله نكون كلنا في سعادة وصحة وستر وعافية ورضوان من الله سبحانه وتعالى. كل سنة وحضراتكم طيبين، سنة هجرية سعيدة إن شاء الله علينا كلنا. حاسبكم بكرة وبعده الخميس والجمعة مع حلقات صباح دريم ويكند، وإن شاء الله أقابل حضراتكم لو لينا عمر بإذن الله السبت القادم 9 صباحا في صباح